السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريكا بالعربي. إن دي ورشة رقم 2 في الشهادة الأولى من إيمرج أفريكا. بيشرفنا وجود الدكتور جلال الجابر، وهو يعني شخصية يعتبر إيمرج أفريكا ممبر، ويعني بقدم لكم الشكر والتقدير على دعمه الكبير معانا في الإيمرج وتطوعه معانا. إن شاء الله الورشة اللي موجودة معانا إحنا هنتكلم فيها عن معايير جودة تدريس المقررات الرقمية عبر الإنترنت. دكتور جلال الجابر، بالنسبة للأعضاء الجداد اللي حاضرين معانا الورشة، هو دكتور حاصل على دكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم ومتخصص في مجال تكنولوجيا التعليم وضمان جودة التعليم الإلكتروني من دولة شقيقة المملكة الأردنية الهاشمية. دكتور له خبرات كبيرة جدا في مجال تكنولوجيا التعليم، ويعمل كمدير عام لشركة صناعة تفوق الاستثمار، ومدير عام لشركة مصر للتدريب الإلكتروني، ومدرب على منصة رواق، ومصمم تعليمي أيضا، معلم مايكروسوفت مبدع. يعني إحنا مش هنقدر نوفي دكتور جلال قدره. دكتور جلال من الشخصيات اللي إحنا بنحترمها وبنجي لها وبنجي لها فضل كبير قوي معانا في إيمرج أفريكا، وبنشرف بيه بوجوده على طول معانا إن شاء الله، وكمان بنشرف بيكم إن أنتم موجودين معانا في تاني ورشة إن شاء الله. اللي هيحضرها معانا هياخد شهادة إن شاء الله في الورشة الثالثة. ولو الصوت ضعيف كده كويس، الصوت كويس ولا نكتب صوت كويس؟ دكتور جلال، صوت واضح عندي. ننتقل حالا دلوقتي ان انا اترك المايك للدكتور جلال بحيث ان احنا نستفيد من كل دقيقه هو دكتور جلال معانا فيها. شكرا ليك يا دكتور جلال على وجودك معانا، وشكرا للحضور الكرام على انكم موجودين معانا في ايمرج افريكا بالعربي. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية بشكر أخونا وحبيبنا الدكتور محمد على الاستضافة. هذا اللقاء تقريبا الرابع لنا معكم في هذه المنصة المتميزة. طبعا احنا اليوم ان شاء الله راح نتكلم في موضوع معايير جودة تدريس المقررات الرقمية. كان لنا لقاءين سابقين، تكلمنا في لقاء الأول على معايير جودة تصميم المقررات الرقمية، ثم في الاسبوع يعني في الورشه التي تلتها تكلمنا على موضوع تصميم تجربه المتعلم، كانت تقريبا قبل شهر. ولقائنا اليوم ان شاء الله راح نتكلم على معايير جوده تدريس المقررات الرقميه. ولا شك انه هذا يعني موضوع من المواضيع المهمه، وموضوع يعني من المواضيع الجديده، وراح نشوف موضوع الجده فيه وموضوع التميز فيه. وراح نشوف الحقيقة أنه هاي الموضوع من أهم الأمور المتطلبة الآن أن يعرفها أي يعني معلم رقمي. بعد هيك إن شاء الله راح تكون الدورة الأخيرة عندنا في الشهر القادم في دورة اليو دي ال اللي هي Universal Design Learning. بنختم تقريبا أغلب الأمور المتعلقة في معايير الجودة بشكل عام. طبعا تعرف المحاضر بشكل سريع، يعني بشكل سريع حتى ما ناخذ وقت طويل. طبعا انا مدير شركه مساق للتعليم الالكتروني، هذه منصه الكترونيه موجهه للوطن العربي، كذلك مدرب على منصه رواق في المملكه العربيه السعوديه، كذلك لي الشرف طبعا اكون مع منصه ايمرج افريقيا كمدرب، وكذلك مدرب في منصة العطاء الرقمي اللي تابعة للاتصالات السعودية. بالنسبة لترتيبنا اليوم إن شاء الله، أوشر جدول الوقت راح يكون تقريبا من الساعة وربع للساعة ونص. الأسئلة والمداخلات كالعادة بتكون عندنا في نهاية الدورة. أي واحد عنده سؤال ممكن إن شاء الله يعني نجيب عليه في نهاية الدورة. أنا مش راضي يتحرك يعني. طيب، ضروري نجهز عنا ال نعم. ممكن نفتح حاجة واحدة بس، معلش يا جماعة، بالنسبة للحضور اللي موجودين معانا النهاردة لأول مرة، واللي كل يعني الموضوع بالنسبة للشهادات، إحنا كذا مرة كل مرة أنا بنبه على حاجة واحدة، إن إحنا بنهتم بالتحضر المعرفي أكتر من الشهادة. الشهادة ممكن تاخد ورقة وتعمل اللي أنت عايزه حضرتك فيه. بالنسبة لإيمرج أفريكا لما عملنا الحركة دي، إحنا قلنا إن هي موجودة، مين اللي نشر رابط؟
يا جماعة، الأستاذة سمر علي، معلش أنا آسف إن أنا هعمل حضرتك ليه من القناة من الورشة، لأن حضرتك دلوقتي تجاوزت مرة، وإن إحنا موجودين معانا اتفاق ومنظمة من أمور الماس أحمد الماس. يا جماعة في إيه؟ لأن كده يا جماعة أنا المنصات اللي موجودة دي أنا ما بضمنهاش، ما أعرفش عنها أي حاجة، فما اقدرش ان انا ادخل حد ينشر عندي الا بعد اذني، يعني يكلمني واخد موافقه من الجامعه عندي واخد موافقه من الناس. امال ينشر واحد ينشر منصه وحاجات اي حاجه تانيه؟ ارجو ان محدش ينشر اي حاجه، لان اللي هينشر اي حاجه دلوقتي هضطر اسفا ان انا هعمل له ليه من البتاع من الجروب. بالنسبه للورش يا جماعه، اللي حضر معانا الورشه الاولانيه والثانيه والثالثه هو اللي ياخد شهاده، اللي ما حضرش الورشه الاولانيه عنده امكانيه ان هو يؤدي التاسك ويشوف الورشه القديمه ويعمل النشاط بتاعها، ولما يخلص النشاط بتاعها هيبعت لي على الواتس ان شاء الله في النهايه، وانا هشوف هبعت للمسؤولين في الجامعه ونشوف اللي هيحصل ايه بالنسبه للشهاده ان شاء الله. بس اللي حضر معانا الورشه الاولى والثانيه والثالثه هو اللي هياخد الشهاده كامله. تمام، انا جبت على كل الاسئله. يا ريت ان شاء الله نسيب المايك دلوقتي للدكتور جلال بحيث ان هو يكون الورشه كلها للشغل مش للشهادات. شكرا لكم لوقتكم، وشكرا للدكتور جلال. السلام عليكم. يعطيك العافيه، شكرا. إذا ضروري تكلمنا على قضية المدخلات، كيف آلية راح تكون موجودة، ويا ريت نجهز الأفكار، إذا في عندنا بعض الأفكار تكون موجودة للطرح في نهاية الورشة، وكذلك يعني يجهزوا الميكروفونات، وهذا من باب الإعداد للدورة. أنا ما بعرف هذا خذلنا الحركة تاعته. بداية ضروري جدا طبعا بأي دورة احنا تعودنا دائما يكون عندنا التعارف، من أنت والتخصص العلمي والمهنة الحالية ومن أي دولة. دكتور محمد يا ريت تشاركنا سلايدو. دكتور محمد تمت دكتور المشاركة على اللين. طيب نشوف عندنا المشاركات يا جماعة، على الرابط اللي بعتناه يا ريت نشوف نسوي تعارف سريع، كل واحد يذكر اسمه، التخصص العلمي، المهنة الحالية من أي دولة لو سمحتم. مهندس خلف، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. مهندس حاسوب من فلسطين، اتوقع المهندس خلف اللي شاركنا الدوره الماضيه، اهلا وسهلا فيك. مين كمان عندنا اليوم؟ سلوى ابو القاسم، اهلا وسهلا. عندنا هبه غريب، جهاد صالح الحلبي، بكالوريوس انجليزي، احمد ماجستير هندسه لغات وتعليم الكتروني. عندنا جهاد صالح الحلبي برضو، عمرو محمود الصغير، شروق محمد جبر، طالبة ماجستير قسم مناهج وطرق تعليم. دكتورة يارا أهلا وسهلا، Education Technology من مصر. حسين عبد الفتاح، أهلا وسهلا أخ حسين، معلم كمبيوتر بالأزهر الشريف. مصطفى سلامة عندنا، عبد الباسط تكنولوجيا تعليم، جميل. شروق محمد جبر كينا. نورة أهلا وسهلا، من مدرب معلمة أحياء من الرياض، ما شاء الله. هبة غريب ماجستير تكنولوجيا تعليم. عندنا كمان مين اليوم؟ منيرة فهد بكالوريا إدارة أعمال من السعودية، والدكتورة سهام محمد أبو الفتوح برضو مدرسة مناهج وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية بمصر. دكتورة سهام أهلا وسهلا، منيرة فهد بكالوريا إدارة أعمال من السعودية، وهنا رزق، أهلا وسهلا بالجميع، شرفتوا الجميع. يعني ان شاء الله نقدم مع بعض يعني دوره منظمه مرتبه باذن الله تعالى. طيب بالنسبه لدوره اليوم ان شاء الله راح نتعرف على معايير جوده التدريس المقررات الرقميه، هذا الهدف العام تاعها، والأهداف التفصيلية راح نميز بين أنواع معايير الجودة الرقمية، وراح نتكلم على معايير جودة التدريس
نوع من أنواع معايير الجودة في التعلم الرقمي، راح نختار منها جودة تدريس المقررات الرقمية، وبعد هيك راح نختار معيار مشترك بين معايير تصميم المقررات ومعايير تدريس المقررات، وراح نستفيد فيه ونتكلم فيه بشكل يعني متوسع. طبعا الجودة بشكل عام هي عبارة عن مجموعة من المعايير والإجراءات تهدف إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي. هذه الجودة بمعناها العام، يعني عندنا مجموعة معايير هدفها إنه نحسن العملية التعليمية أو نحسن أي منتج بشكل عام. هذا الهدف من أو تعريف الجودة. طيب الجودة في التعلم الرقمي بشكل عام، إحنا تكلمنا المرات الماضية وحكينا إنه الجودة هي عبارة عن الجي بي أس اللي بتحرك في المقرر الرقمي. والآن عندنا الموجود في التعلم الرقمي الحقيقة هو موضوع الجودة هو الأساس. كل الإشكاليات اللي حدثت من بداية فترة كورونا وكان سببها الرئيسي تصميم المقررات أو تدريس المقررات بعيداً عن معايير الجودة. لذلك جاءت هاي الدورات، وهي من الدورات الحقيقة الأولى في الوطن العربي اللي بتستفيض بموضوع الجودة الرقمية. وللأسف الشديد حتى في الدراسات العليا في مراحل الدكتوراه والماجستير نلاحظ ندرة في هذه المواضيع، يعني مواضيع المعايير سواء في التدريس أو في تصميم المقررات نجد أنها تطرح يعني بشكل سريع جداً، ولا يوجد بها مقررات يعني متخصصة. فالآن عندنا التعلم الرقمي الحقيقة الصراع فيه هو صراع جودة في الدرجة الأولى، إثبات فعالية. إحنا نتكلم على الجودة معناه هو إثبات فعالية التعلم الرقمي. طيب أنواع معايير الجودة. معايير الجودة في التعلم الرقمي ليست على نوع واحد، وطبعا للأسف الشديد هذا نجد به خلط كبير جدا في الدراسات، في دراسات بالذات اللغة العربية منشوف الدراسات قليلة جدا اللي ميزت بين أنواع المعايير. في خلط كبير جدا في موضوع المعايير، لكن باختصار بدنا نفهم إنه أي معايير تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو معايير خاصة بتصميم المقررات الرقمية، تصميم المقررات الرقمية واللي تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى، كانت المحاضرة الأولى الهدف منها هو قضية تصميم المقررات الرقمية، تمام؟ هذا النوع الأول، ومنها معايير كواليتي ماترز ومعايير أخرى. النوع الثاني اللي هي المعايير المتخصصة في قضية البرامج الرقمية، راح نلاحظ أنه في عندنا نوع ثاني من المعايير هي معايير متخصصة في قضية إدارة البرامج الرقمية. النوع الثالث اللي احنا راح نتكلم اليوم فيه اللي هو المعايير المتخصصة في تصميم أو في تدريس المقررات الرقمية. إذا تصميم، برامج، تدريس، احنا تكلمنا في تصميم المقررات وخلصنا. اليوم راح نتكلم في التدريس، راح نشوف إنه التركيز فيه أكثر على المعلم، التدريس فيه أكثر على أستاذ الجامعي، تمام؟ والنوع الثالث عندنا هو النوع المتعلق في إدارة البرامج. إدارة البرامج يعني أنا عندي جامعة بدي أدير البرنامج الرقمي فيها، طبعا هذا متخصص، الدورات هذه متخصصة في قضية يعني المؤسسات أو المدارس أو أي مؤسسة تعليمية. طبعا هذه الدورة بالغالب بتكون متخصصة ويعني يحتاج أكثر يعني أصحاب المؤسسات أو أصحاب الجامعات. في نقطة مهمة جدا بدنا نميز بينها، هذا طبعا السلايد مكرر لكن أنا بدي أعيد تثبيت الفكرة، إنه إحنا عندنا فرق بين تصميم المقرر وفرق بين تدريس المقرر. لذلك عندنا الدراسات بتفرق بين قضية الديزاين والديليفري. عندنا تصميم المقرر القصد فيه هي كل الإجراءات قبل التدريس، قبل ما نبدأ التدريس يسمى تصميم. وضعنا للأهداف، استراتيجيات التعلم، استراتيجيات التقييم، تحديد الخبرات والأنشطة، كل هذا عبارة عن تصميم مقرر وليس تدريس مقرر. إذن عندنا نوعين، النوع الأول تصميم المقررات قبل ما نبدأ ندرس كل شيء يسمى تصميم،
لأنه إحنا ما بدأنا التدريس. الآن صممنا المقرر، جهزناه، نظمناه، رتبناه، أجت عندنا المرحلة الأخرى هي مرحلة إيش؟ الدليفري، وهي مرحلة إيش؟ تقديم المحتوى التعليمي للمتعلمين، سواء أنشطة متزامنة أو أنشطة غير متزامنة. إذن هذول المهمات النقاط لازم حقيقة نكون فاهمين ومفرقين بينهم. الآن بالنسبة للتدريس، ما سيطرح اليوم في دورة اليوم بإذن الله راح تأخذوا مادة يعني أكيد جديدة، ما طرحت لحد الآن مواضيع التدريس، معايير التدريس لم تطرح لحد الآن على مستوى الوطن العربي، وقلة قليلة من يعرف هذه المعايير. الآن أغلب العمل الموجود هو موجود على معايير تصميم المقررات الرقمية، يعني كل الجامعات اشتغلت على معايير التصميم. يعني اليوم عندنا معايير التدريس، بدنا نعرف الآن أهم المؤسسات اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. أهم المعايير المعتمدة في التدريس الرقمي عندنا طبعاً معايير اللي هي الـ National Standard for Quality Online Courses، تمام؟ وهذه اللي أنا راح أركز عليها اليوم، وهي عبارة عن مؤسستين مع بعض، مؤسسة Quality Matters ومؤسسة ثانية اللي بيسموها Virtual Learning Leadership Alliance. هذول المؤسستين اتحدوا مع بعض، تمام، وعملوا لنا شيء اسمه معايير تدريس، المعايير التدريس الرقمي، تمام. هذه من المعايير اليوم اللي راح نتكلم عنها، هي محور يعني الكلام الحديث عنها راح يكون. عندنا برضو من الناس اللي تكلمت على معايير التدريس، وهي من المعايير القوية جدا، وهي من المعايير القديمة، مؤسسة OLC اللي هم بيسموهم الأونلاين Learning Consortium. ومنشوف انه المركز الوطني للتعليم الالكتروني في المملكة العربية السعودية اعتمد على هذه المعايير بشكل كبير جدا، هي معايير Equality Matters، تمام. المؤسسة الثالثة اللي هي معايير INICOL، برضو من المعايير الممتازة جدا، وراح نلاحظ انه معايير Equality Matters اللي بدت في جانب التدريس في 2019 استفادت من هذه المعايير بشكل كبير جدا. العموم المعايير هذه راح نلاحظ معايير التدريس بين كل المؤسسات انها قريبه من بعض، بعضها متداخل، تمام، كثير منها متداخل، لكن ترتيب الاولويات، ترتيب المعايير، التطوير على المعايير اول باول يختلف بين مؤسسه ومؤسسه اخرى. معاييرنا اليوم راح نتكلم فيها اللي هي الناشونال ستاندرد فور كواليتي، اللي هي مثل ما قلنا لكم قبل شوي. هذه المعايير انا شفتها الحقيقه من المعايير السهله والرائعه والسهله في التدريس، طبعا مع معايير الاو ال سي اللي هم الاونلاين ليرنينج كونسورتيوم، معايير سهله وسهله التطبيق، لكن راح نركز اليوم على هاي المعايير. هاي المعايير طبعا طلعت للوجود في 2019، وهي يعني بين مؤسستين، حكينا مؤسسة Quality Matters والشركة الثانية والمنظمة الثانية اللي هي Virtual Learning Leadership Alliance. دكتور محمد معي؟ دكتور محمد؟ أيوة دكتور، أيوة دكتور مع حضرتك. لو سمحت تتكرم علي، بدي تشير للرابط المعايير. حصل، الرابط موجود في بتاع في الشات حالا. طيب، بدي الكل طبعا بعد المحاضرة أو ممكن الآن تفتحوه راح تشوفوا الموقع، هذا الموقع اللي عمل الستاندر ناشونال اللي هي عبارة عن المعايير الوطنية في أمريكا. راح تلاحظوا الصفحة كثير رائعة جدا وسهلة، بتقدروا تنزلوا المعايير. إن المعايير عندهم مقسومة ثلاث أنواع: معايير تصميم المقررات، ومعايير تصميم التدريس المقررات، ومعايير البرنامج. وراح تلاقوا المعايير القديمة قبل التطوير، يعني خلينا نتكلم على قضية المعايير القديمة اللي هي قبل أربع خمس سنوات كانت موجودة، راح تلاحظوها أنا موجودة. وفي فكرة كثير رائعة جدا عندهم بالموقع، إنه كل معيار موجودة عليه الدراسات المتعلقة في هذا المعيار، فبتقدروا تستفيدوا من قضية الدراسات الموجودة اللي قامت بعملية تطوير هاي المعايير.
دكتور محمد، لحد الآن الأمور ماشية؟ تمام يا دكتور. إذا في حدا عنده شيء؟ لا، هو كل المشاكل ان انا يعني كل اسئله عشان الشهادات. يا جماعه اللي داخل لسه ما بقالوش 5 دقايق يسال عن الشهادات، يا ريت اللي له. احنا اتكلمنا في اول مره، في اول 5 دقايق او اول 10 دقايق اتكلمنا عن الشهادات، مش كل شويه هنقعد نتكلم عن الشهادات. اللي ما حضرش الورشه الاولانيه ممكن نشوف اللي هيحصل ايه بالظبط، ان هو يؤدي التاسك بتاعها، وبعد كده يحضر الورشه الثالثه وان شاء الله نشتغل عليها. الواجب هقول لحضراتكم عليه يا فندم، ده مش واجب، ده حاجه احنا بنعملها مع بعض كايه، كايفيدنس مثلا بنقدمه للجامعه ان احنا بنشتغل. احنا مش طلبه، احنا كلنا دكاتره وكلنا متخصصين وكلنا كبار. الموقف اللي احنا بننمي الناس عليه ان احنا بنجمعكم عشان نتعلم يا جماعه. انا مش هرد على اي سؤال تاني هيجي لي دايركت او هيجي على الشات عن الشهادات. اللي عاوز يتكلم معايا الشهادات نبقى نتكلم بعد الورشه، نسيب الكلام للدكتور جلال، مش هقعد اقطع كل شويه عن الشهادات. لو في حد من الحضور الكرام عنده سؤال عن البارت الاولاني للدكتور جلال اتفضل فيه، اتفضل يقول سؤال او نفتح مايكرو. طيب خليني امشي اذا ما في اسئله. اذا تكلمنا اليوم ان شاء الله راح اركز على قضيه معايير التدريس، معايير التدريس وليس تصميم المقررات. تمام، ارجعوا للدوره السابقه عشان تشوفوا قضيه تصميم المقررات كيف اشتغلنا وايش معاييرها. اذا عندنا هاي المعايير، الرابط اللي بعته الدكتور محمد راح تلاقوا هاي الصفحه عليه موجوده. اذا عندنا معايير تصميم مقرر، معايير برنامج، ومعايير تدريس. طيب خلينا نميز بين معايير التصميم ومعايير التدريس. البعض، انا حكيت انه البعض بيخلط، بيقول لك معايير التدريس هي نفس معايير التصميم. لا، احنا بدنا نميز اليوم في هاي الدوره انه معايير التدريس غير معايير التصميم. ولاحظتوا ان المؤسسات شغاله بهذه الطريقه، يعني شغالين على انه تصميم المقررات شيء وتدريس المقررات شيء اخر. اللي على يميننا الشاشه اللي هي معايير التصميم، طبعا هي معايير التدريس التصميم تحت الكواليتي ماترز لتقديم المقرر والاهداف التعليميه والتقييم والقياس والمواد التعليميه وانشطه المقرر وتقنيات المقرر ودعم المتعلم وكانت الوصول وصوره الاستخدام. راح نشوف بالنسبه للتدريس تختلف المعايير، المسؤوليه المهنيه، بناء المجتمع، التقييم والقياس، المواطنه الرقميه، مشاركه المتعلم، تدريس التدريس متنوع، علم اصول التدريس الرقمي، والتصميم التعليمي. لكن قبل ما نبدا راح نلاقي انه في عندنا نقطتين متشابهات. عندنا التقييم والقياس موجود عندنا في التصميم وموجود عندنا بالتدريس، وانشطه المقرر موجوده عندنا في التصميم وموجوده عندنا بالتدريس. طب ليش موجوده في التدريس وموجوده في التصميم؟ لانه من الذي سيقوم بالاداء؟ هو المعلم او الاستاذ الجامعي، فبالتالي هذه نقطه مشتركه بين الاثنين. شغله ثانيه، لاحظ في المعايير المتعلقه في التدريس انه عندنا شيء اسمه، حاطينه اسمه التصميم التعليمي. التصميم التعليمي فيه من معايير التدريس، لكن وانتم بتقراوا بعد الدوره راح تلاحظوا انه التصميم التعليمي هون في هذا المكان ليس شرطا ان يكون موجود لدى عضو هيئه التدريس. يعني مش شرط يكون هو مصمم تعليمي. ليه؟ لانه اغلب الجامعات في امريكا الحقيقه مش شرط ان اكون المصمم. انا ممكن اكون المعلم او الاستاذ، يعني انا الاستاذ الذي يدرس، لكن مش شرط انا اصمم. واضحه؟ فقضيه التصميم التعليمي ليست شرطا، مش شرط تكون عندنا من معايير التدريس، لكن اذا كانت موجوده هي افضل. تمام، لكن هي محطوطه لانه كمان لا يعقل ان الاستاذ الجامعي او معلم المدرسي ما بيعرف شيء عن تصميم التعليم. تمام، لكنها ليست شرطا ان تكون موجوده من معايير التدريس. هاي كمان نقطه بدنا ننتبه لها. البعض قد يتساءل في هذا الامر، اللي بيقول لك طب تصميم تعليم ليش محطوطه في التدريس؟ محطوطه في التدريس لانه بالغالب مصمم المقرر ليس بالضروره ان يكون هو المعلم او الاستاذ الجامعي. قد تاتي الجامعه وتصمم المقرر الرقمي ثم تعطيه لعضو هيئه التدريس، عضو هيئه التدريس هو يؤدي الماده. دكتور محمد، اتوقع عندكم بجامعه المنصوره نفس الكلام؟ عندنا في جامعه المنصوره. يعني انا القصد انه مش شرط يكون المصمم المقرر هو نفس المدرس،
لا احنا عندنا المصمم مختلف عن المدرس، احسنت. فانا بدي بس المصمم ابين القصه التعليمي. هاي عشان ينتبهوا لها، لانه هي بدنا نفهمها كويس، لانه بالمعايير رح تلاقوا شيء اسمه تصميم التعليم. تصميم التعليم، لكن المعرفه العامه لازم تكون موجوده، لكن هي ليست شرطا، هم ما بيعتبروها شرط. بكره بس تطلعوا على قضيه المعايير راح تشوفوا انه هذا ليست شرط، مش شرط عندنا يعني، كانت موجوده ولا ما كانت موجوده. طيب نبدا الان بالمعايير. المعايير عندنا 8. انا اليوم كنت اتكلم مع الدكتور محمد قبل ساعه، كنت اقول له انه هذه المعايير تصلح انها تكون دبلوم مهني لاي جامعه او لاي مؤسسه تعليميه. يعني اللي حاب يعمل له دبلوم مهني من الاساتذه الجامعيين في جامعته يقترح على الجامعات هذه المعايير الثمانيه، حقيقه تصلح ان تكون عباره عن دبلوم مهني لاي متعلم شامل كل شيء متعلق في قضيه التدريس. تمام؟ احنا اليوم ما شاء الله الدكتور محمد دائما مورطنا في المواضيع الصعبه، وهذا موضوع الحقيقه لما نتكلم في المعايير نتكلم في كل شيء في تكنولوجيا التعليم. فانا اليوم راح اتكلم على الهيدلاين سريع جدا نفهم الافكار، وراح اركز على معيار واحد فقط، راح ادخل على معيار واحد نشتغل عليه نفهمه بشكل افضل. تمام؟ فراح نتكلم على المعايير بشكل عام، وراح اركز على معيار المشاركة ومعيار الأنشطة فقط، نتكلم عليه شوية تفاصيل ماشي، ولعله في دورات أخرى أو في دبلومات مهنية إنه تطرح يعني المواضيع الأخرى. طيب عندنا أول معيار مهم جدا اللي هو معيار المسؤولية المهنية، وطبعا هذا المسؤولية المهنية ليست فقط في قضية في التعلم الرقمي، هو في أي نوع من انواع التعلم، حتى التعلم العادي في شيء يسمى المسؤوليه المهنيه. المسؤوليه المهنيه، من يريد ان يعلم يجب ان يكون لديه يعني تخصص في الـ يعني عنده شهاده اكاديميه يا جماعه باللي بده يدرسه. تمام؟ النقطه الثانيه، اذا اول شغله لازم يكون عنده شهاده اكاديميه. تمام؟ الشغله الثانيه لازم يحاول دائما يطور نفسه. يعني نوع من انواع التطوير لنا كلنا هاي الدورات، يعني الاميرج افريكا هي عباره عن يعني منظمه بتحاول تطور الافراد من ناحيه مهنيه. تمام؟ فاذا المسؤوليه المهنيه بتتطلب علينا يكون عندنا جانب اكاديمي موجود، الشق الثاني لازم يكون عندنا نمو مهني متطور ويومي، والمنظمات هاي والدورات هاي عبارة جزء من أجزاء النمو التعلم يعني النمو المهني بشكل دوري عند الإنسان. لازم يكون عنده معرفة كيف يوصل طلابه للعالمية. احنا بتعرف انه التعلم الرقمي هو تعلم عالمي، فلذلك من المسؤولية المهنية ان يهتم بطلابي، انا بدي اوصل الطلاب للعالمية، إذا وصلوا الطلاب كيف يتعلموا من الفضاء الرقمي. تمام؟ لازم يكون من المسؤوليات المهنية أن أكون سفير للفكرة. إحنا يا جماعة سفراء الفكرة، سفراء للفكرة، سفراء لنجاح الفكرة. لذلك الدكتور محمد قبل شوي بيركز إنه إحنا مش جايين فقط للشهادة، إحنا سفراء فكرة. تمام؟ تخصصنا في تكنولوجيا التعليم احنا سفراء فكره، بدنا ننشر الفكره، بدنا نبين اهميتها، بدنا نبين اهميه التعلم الرقمي. تمام؟ فاحنا سفراء فكره الان. قاعد بيعلق. من المسؤوليات المهنيه ندير بنا على طلابنا. نتحمل مسؤولية المسؤولية التي أوكلت إلينا، سواء كنا معلمين جامعيين أو معلمين مدارس. عندنا يكون إدارة لاستراتيجية إدارة الوقت بشكل فعال. طالبنا لما يطلب شيء نكون سريعين، نعطيه التقدير راجعة، نخليه يستفيد من وقته. لا يعقل أنه طالب، هذا من باب تحمل المسؤولية المهنية، إنه يسأل شيء
ومعلمه يظن عليه، ما يعطي المعلومة الكاملة. من المسؤولية المهنية إني أقدم للطالب التقدير الراجعة السريعة. البعض في تدريسه للمادة بيطول على الطلاب لما يرد، تمام، ممكن يكون الطالب يعني محتاجه بشكل سريع جدا. بيعلم الطلاب المواطنة الرقمية، راح نتكلم عنها كمان شوي، تمام. بيكون عارف من المسؤولية المهنية، يكون عارف نظام الدولة بالنسبة لقضية ذوي الاحتياجات الخاصة، المتعلقين بأنواع الإعاقات وأنواع الحاجات الخاصة. كل دولة لها نظام. إذا من باب المسؤولية إنه نكون عارفين المسؤوليات أمام هؤلاء، لأنه ممكن الفئة هاي ضاعت في التعلم الرقمي وضاعت بعد الكورونا، تمام؟ يعني نتحمل مسؤوليتنا كمعلمين رقميين، المسؤولية أمام هذه الفئة. إحنا ما مندرس فئة واحدة في المجتمع، فقط الفئة اللي هي النورمال. إحنا عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، إذن المعلم الرقمي لازم يفهم القانون، ولازم يفهم إنه عليه مسؤوليات، ويعرف إنه مسؤوليته في تعليم يعني جميع فئات المجتمع، وليس عبارة عن فئة واحدة. المعيار الثاني علم أصول التدريس الرقمي. علم أصول التدريس الرقمي، علم الأصول اللي يسموه ديجيتال بيديغوجي، ديجيتال بيديغوجي، علم أصول التدريس الرقمي. وما أدراك ما علم أصول التدريس الرقمي؟ والحقيقة لا يعقل إنه معلم رقمي يريد أن يدرس الطلاب في الجامعة أو في المدارس لا يتقن علم أصول التدريس الرقمي. ديجيتال بيديغوجي، إيش المقصود بالديجيتال بيديغوجي يا جماعة؟ ديجيتال بيديغوجي القصد منه إنه نعرف قضية طراق التدريس، نعرف طراق التدريس وربطها في نظريات علم النفس، نكون عارفين نظريات علم النفس، نكون عارفين الاستراتيجيات المطلوبة إني أتعلمها، أكون عارف أدوات التقويم، أكون عارف استراتيجيات التقويم، أكون عارف الأداة الرقمية اللي بدي أستخدمها هل هي تلبي احتياجات المتعلمين؟ يعني قد تكون أداة رقمية تستخدم في مكان ولا تستخدم مع طالب آخر، إذن هل الأداة الرقمية اللي أنا بستخدمها هل هي تتناسب مع الفئة العمرية؟ هل هي تتناسب مع جميع الأفراد المتعلمين؟ فبدنا نعرف إيش نختار. الأداة الرقمية هذه بأصول علم التدريس، هل هي بتلبي حاجات المتعلمين؟ لأنه إذا استخدمنا أداة رقمية غير متناسبة قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. ممكن تعمل ما يسمى بالكوجنيتيف فلوت، يعني أنا ممكن الأداة الرقمية اللي استخدمتها ممكن تعمل لي مشاكل جديدة مع الطلاب. من علم أصول التدريس لازم يكون المعلم عنده الأبجديات المتعلقة بالأمور الفنية. طالب عنده مشكلة باليوزر، عنده طالب مشكلة بالباسورد، عنده مشكلة بتحميل الواجبات، ما بيجوز المعلم الرقمي دائما يحول على الدعم الفني. فعنا من علم أصول التدريس إنه المعلم عنا يكون عارف الأبجديات التقنية، الأمور الأساسية بالتقنية. طيب، المعيار الثالث، إذا عندنا المسؤولية المهنية، عندنا علم أصول التدريس وهذا علم ضخم جدا متعلق باستراتيجيات التدريس. القصة الثالثة اللي هي الكوميونيتي بيلدينج اللي هي بناء المجتمع، وهي من أهم الأمور اللي بيغفل عنها كثير من المعلمين الرقمية. جماعة، إحنا عندنا مجتمعين وعندنا بيئتين، عندنا بيئة تقليدية اللي هي عبارة عن الغرفة الصفية، عبارة عن معلم وعبارة عن طلاب وعبارة عن مقاعد وعبارة عن إضاءة وعبارة عن سمارت بورد، وعندنا البيئة الثانية البيئة الرقمية. البيئة الرقمية بيئتنا الرقمية بالغالب وين بتكون؟ في LLMS Learning Management System. الآن إحنا مطلوب منا من المعايير مهمة جدا إنه ننشئ المجتمع الرقمي معنا، لأنه الطالب الآن من وراء الأجهزة
بيعيش غربتين، بيعيش غربة اجتماعية وبيعيش غربة نفسية. فإحنا مطلوب منا نبني المجتمع مجتمع رقمي يكون مجتمع إنه فعال. طبعاً المجتمع الرقمي عدم بناؤه بطريقة صحيحة يجعل الطالب غريب في التعلم الرقمي. وأنا من تجربتي أغلب التركيز في قضية الأنظمة الرقمية ما يفعله كثير من الأساتذة الجامعيين كله بيركز فقط مش على بناء مجتمع رقمي، بيركز على قضية وضع محتوى فقط. نشوف الآن المجتمع كيف نبنيه. أنا راح أركز اليوم على بناء المجتمع الرقمي وراح أركز على أنواع تفاعل الطلاب. طيب إذن المجتمع الرقمي كيف بدنا نبنيه؟ بدنا نغير في الاستراتيجيات. ما بنشتغل على التلقين، بنشتغل على الاستراتيجيات المهمة. عندنا استراتيجيات تعلم تعاوني، عندنا تعلم تشاركي. طبعا فرق كبير بين التعلم التعاوني والتعلم التشاركي. بدنا من الأمور المطلوبة عندنا نبني مجتمع رقمي آمن بيعرف يتعامل مع الإنترنت، تمام؟ وهذا كله راح نتكلم فيه كمان شوي على قضية المواطنة الرقمية اللي جاي عندنا كمان شوي. المجتمع الرقمي متعدد الاحتياجات ومتعدد المواهب. إذا المجتمع الرقمي أنا بدي ألبي حاجاته. لما بدي أبني المجتمع الرقمي لازم ألبي حاجاته، أنوع في نشاطاته. طيب دكتور محمد، دكتور أيوة دكتور. في عنا نشاط بدنا نشوف التحديات. عنا تحديات تفاعل الطلاب مشاركتهم في البيئة التعليمية عن بعد. لا شك إحنا عشنا الأدوار من بداية جائحة كورونا، عنا مشاكل كبيرة جدا كانت موجودة. الآن شو رأيكم، شو أبرز التحديات الموجودة اللي بتمنع مشاركة المتعلم؟ هذا مدخل عنا للمعيار الرابع اللي هو مشاركة المتعلم، يعني أبرز التحديات اللي بتجعل متعلمنا ما يشارك، تمام، في البيئة التعليمية عن بعد. دقيقة بس علي، أنا مع حضرتك مش شاعر إلا مع حضرتك كل. يلا شاعر؟ يلا الآن جاهزين إحنا. ما هي تحديات تفاعل الطلاب مشاركته في البيئة التعليمية عن بعد؟ شو رأيكم؟ دي واحدة يا دكتور. يلا في مشكلة؟ الشير واضح؟ أنا ببعت الرابط، بس دي واحدة أهو الرابط ببعت هو. يا ريت الكل يشارك على الرابط اللي انا بعته حاليا اللي هو الاب سلايدو. احنا الان وصلنا على المعيار اللي بيتكلم على قضيه مشاركه المتعلمين. احنا الان جربنا كلنا سواء في الجامعات او في المدارس، كان عندنا مشاكل كثيره جدا في قضيه تفاعل المتعلمين. ايش هي التحديات اللي كانت عندنا موجوده؟ شو رايكم؟ جميل. ملل، ضعف شبكات الانترنت. جميل. الملل، تقدروا تشاركوا اكثر من مشاركه، ما عندنا مشكله. طيب غيره، طبيعة الأنشطة. جميل. كمان شو عندنا أفكار؟ صحيح، تجربة رقمية، تمام. محاضرات غير تفاعلية. جميل. ضعف التصميم التعليمي، ممتاز. محاضرات غير تفاعلية، رائع. ضعف البنية التحتية. جميل. تحديات خاصة بالمعلم، تمام. شوفوا كيف ضعف الانترنت شكله عامل لنا مشكلة كبيرة جدا، هو ماخذ الحيز الأكبر عنا، تمام. حلو، تمام. شوفوا كيف ما في تميز. نعم استاذي دكتور. نعم دكتور محمد. عندنا بعض الحضور الكرام جابوا في الشات، منهم اللي قال عدم استخدام انشطه تعليميه فعاله تساعد على تفاعل المتعلم،
اوكي في تحدي ضعف المهارات الرقمية للمتعلم وضعف الإنترنت وعدم إرسال الأجوبة ولم ترسل إلينا. مش قادر أفهم الدكتور صاحب بيتكلم عن إيه، بس ممكن تكون قصدها على أجوبة. تفاوت البيئة الاقتصادية للمتعلمين وممكن المعلمين كمان. يا ريت الكل يشارك على السلايدو واحنا موجودين مع بعض عليه اكتر. شوفوا يعني كيف انتم قاعدين الان. احنا بنشخص مشاكل يا جماعه، بنشخص مشاكلنا الحقيقه بالفتره الماضيه حتى نشوف القضيه التفاعل الطلاب ايش اسبابها. يعني ضعف الانترنت هو ماخذ الحيز الاكبر، تمام. عندنا التوافر الاجهزه الرقميه كان عندنا مشكله فيها. المهم يعني الحقيقه مثل ما بقول المشاكل كثيره جدا، لكن الان مع وجود التحول الرقمي في اغلب الدول اتوقع انه هذه الامور ان شاء الله راح يكون يعني مجال حلها يعني بشكل جيد جدا. طيب نرجع مره ثانيه. شيرنا المعيار العام الرابع عندنا اللي هو مشاركه المتعلم. راح اجيب التفصيل، ما بدي اتكلم الان فيه، لكن تكلمنا على انه مشاركه المتعلم، المعلم لازم يكون عنده انواع متنوعه من الانشطه، يعمل تمايز بين المتعلمين، يشرك الطلاب بوضع الاهداف لانه هو سنتر العمليه التعليميه، تمام. يعمل انشطه للطلاب المبدعين، يعمل انشطه للطلاب الضعاف بشكل عام الى اخره. يحلل المتعلمين طبعا ويضع الأنشطة بناءً على حاجاته. عندنا المعيار الخامس، معيار المشاركة، راح أرجع له كمان شوي بالتفصيل، راح أتكلم على أنواع المشاركة وأنواع الأنشطة. عندنا المعيار العام الخامس تاع التدريس ما يسمى بالمواطنة الرقمية. المواطنة الرقمية باختصار، لماذا سميت مواطنة رقمية؟ لأنه الجيل الرقمي يعيش ووطنه الرقمنة، لذلك سميت بالمواطنة الرقمية. احنا طبعا عندنا جيلين، جيل يسمى مواطن رقمي والجيل الثاني يسمى المهاجر الرقمي. يعني نفهمها، المواطن الرقمي اللي جاينا من 1990 لحد الآن هذا يسمى بالمواطن الرقمي. اللي عندنا من 80 فما تحت بسموهم المهاجرين للرقمية، وعندنا الفئة اللي هي بين 80 1980 و90 هي ما بين وبين، هي ما بين وما بين وبين. يعني شو معنات ما بين وبين؟ يعني على حسب استخدامك التقنية. يعني أنت مواليد 1985 استخدمت التقنية بذلك الوقت، تمام، استخدم التقنية بشكل ممتاز جدا فأنت مواطن رقمي، تمام. طيب ما استخدمت التقنية فأنت مهاجر إلى الرقمية على حسب الوضع. فإذا عندنا فوق التسعين مواطنين رقميين، وتحت الثمانين بسموهم مهاجرين رقمية، وبين الثمانين والتسعين اللي هي هم هذول مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني على حسب وضعه وعلى حسب استخدامه للتقنية. طيب خلينا نتكلم عن المواطن الرقمية. المواطن الرقمية هي عبارة باختصار عن هي عبارة عن معايير للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. هذه باختصار معايير موجودة، تمام، للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وما تسمى طبعا هي بالديجيتال سيتيزنشيب، وهي من الأمور المهمة جدا الحقيقة، ويجب على المعلم أن يكون لديه يعني أرضية قوية جدا في هذا الموضوع، ولا بضيع الطلاب. ولا يعقل أن يكون الطلاب يعني ديجيتال جينيريشن وأن يكون المعلم بعيد عن هذا الجانب، تمام. فإذا هو عبارة عن المواطن الرقمي عبارة عن معايير خاصة بقضية التطبيق الأمثل للتكنولوجيا. والحقيقة المواطن الرقمية هي عبارة عن يعني لها كثير من المبادئ. أشهر مبادئها الثقافة الرقمية، راح أتكلم على المبادئ بشكل سريع.
أشهر مبادئ الثقافة الرقمية. الثقافة الرقمية باختصار إنه الأستاذ الجامعي يكون متمكن من التكنولوجيا، عارف تكنولوجيا، تمام، يجيد استخدام التكنولوجيا. إنه الآن عندنا إحنا صارت الأمية هي الأمية المتعلقة في التكنولوجيا، ليست قضية القراءة والكتابة. إذا عندنا الثقافة الرقمية إنه معلمنا أو أستاذنا لازم يكون عنده إتقان للتكنولوجيا، إذا الثقافة الرقمية. الشغلة الثانية اللي هي ما تسمى بالوصول الرقمي. الوصول الرقمي بدنا نعرف إنه الوصول الرقمي للمتعلمين هو عبارة عن حق لجميع أفراد المجتمع، تمام، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة حقه إنه يتعلم. فإذا الوصول الرقمي هو حق لجميع المتعلمين على الإطلاق، تمام. لذلك في الدول الغربية وبالذات في أمريكا بيهتموا بشكل كبير جدا بالنسبة لقضية ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الأولوية، تمام. إذا الوصول الرقمي القصد منه قضية إنه جميع أفراد المجتمع، جميع المتعلمين لازم يوصلوا لقضية إيش؟ المحتوى الرقمي، الوصول الرقمي حق من الجميع. القضية الثالثة من الأمور المهمة برضو إن قضية الاتصال الرقمي، إنه المعلم لازم يكون عارف أنواع الأجهزة الموجودة عند الطلاب، وهذه على فكرة بتنعمل حقيقة دائما في بداية العام الدراسي اللي هي منحلل الحاجات، تحليل الحاجات. الآن وإحنا بنتكلم على قضية مشاركة المتعلم وجدنا إنه أغلب المشاكل كانت بقضية ضعف الإنترنت. صدقوا إنه هذه مشكلة ضعف الإنترنت لأنه إحنا ما حللنا الحاجات. طبعا هذه مشكلة بالغالب تكون مشكلة دول، لكن إحنا عدم تحليل الحاجات بطريقة ممتازة جدا خلتنا ما نعرف وين المشاكل الموجودة عند الطلاب. طبعا من أنواع تحليل الحاجات والاتصال الرقمي إنه لازم يكون عندنا معرفة حتى بأنواع أجهزة الطلاب، شو نوع الجهاز، هل هو مناسب للبلاك بورد ولا غير مناسب، متناسب مع الموديل ولا مش متناسب إلى آخره. عندنا القانون الرقمي، قانون الرقمي اللي هو بدنا نعلم طلابنا دخولهم على بعض المواقع قد يترتب عليه مسؤولية قانونية. بعض الطلاب حتى الجامعيين بتعامل مع هذه المواقع كأنه يعني مرحلة لعب. إحنا بنعرف إنه الآن من شروط المواطنة الرقمية وجود القانون الرقمي، وأغلب الدول الآن وضعت الجرائم الرقمية، تمام، الجرائم الرقمية يعاقب عليها القانون. فالمعلم دكتور جلال، نعم، أنا آسف، في أخ دخل دلوقتي اسمه هزاع، عمل قناتين، مجموعة نقاش ومجموعة القناة الصمتة. يا ريت يا جماعة دي مش تمثلنا، مش تمثل إيمرجي أفريكا يا جماعة. أنا لغاية دلوقتي أنا خرجت بره القاعة. أي رابط يتبعت من خلافي أنا مش مسؤول عنه. أي حد هيبعت أي رابط بدون إذن أو بدون استئذان أنا هحذفه من القناة. شكرا لحضرتك دكتور أسامة. حقك. طيب يا جماعة، هذا على فكرة من المواطنة الرقمية، شوفوا يعني كيف عندنا ناس داخلة بدون إذن. دكتور محمد، دكتور، ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور، يعني هذه من المواطنة الرقمية، واحد داخل حاط رابط. احنا يا جماعة عندنا مسؤولية رقمية، عندنا قانون رقمي، تمام، عندنا الأمن الرقمي، تمام، من مبادئ المواطنة الرقمية الأمن الرقمي انه حتى طالبنا لما ياخذ المعلومة يكتب من وين جابها، تمام، البحث اللي اخذه نعرف من وين جابه، تمام. اذا عندنا القانون الرقمي، عندنا الأمن الرقمي، تمام، عندنا الصحة الرقمية. شوف يعني قديش هي طبعا بدها دورة، الموضوع المواطن الرقمي موضوع كبير جدا، تمام، وهذا بده دورة المواطن الرقمي لوحده، تمام. عندنا وانا بدعو الدكتور محمد انه لازم ينعمل دورة كاملة بالديجيتال سيتيزن، يعني سيتيزن شيب، لازم يكون عندنا دورة كاملة بالمواطنة الرقمية، نفهم ان شاء الله. هذا من المواضيع المهمة جدا وهي متطلبات التدريس. لا يعقل انه الاستاذ الجامعي ما يكون عارف عنده معرفة المواطنة الرقمية. يا جماعة بيصير الوضع مدمر. بدنا نعلم الطلاب المواطنة الرقمية، القانون الرقمي، الأمن الرقمي، الثقافة الرقمية، الوصول الرقمي، الصحة الرقمية. طلابنا بيجلسوا قاعدين قدام الأجهزة فترة طويلة جدا، لأن بتعرفوا عندنا أمراض كثيرة جدا طلعت. بدنا ننبه طلابنا إنه ما يظل قاعد قدام الجهاز، في بعض الطلاب بيقعد طول اليوم أمام الجهاز. هذه مسؤولية المعلم.
وهذه مسؤولية الأستاذ الجامعي. إذا ما كان عنده معلومة بالمواطنة الرقمية سيفعل الطلاب ما يشاءون. عندنا الصحة الرقمية. آخر شغلة من المبادئ الجميلة جدا، عندنا الاتيكيت الرقمي أو بيسموه اللباقة الرقمية. الاتيكيت الرقمي إنه أنا لما أدردش مع زملائي الأخلاقيات كيف تكون موجودة، كيف أرد على الأستاذ، كيف أرد على زملائي. للأسف البعض دخل على الشات وعمل مشاكل في الجامعات ودخلوا بهكرات، تمام، ودخلوا بوزارات أخرى. هل تعلموا أنه هذا الكلام يعاقب عليه القانون؟ لأن عندنا تشريعات بتعاقب الطالب الذي يسيء. الطالب يدخل بيوزر آخر بتعاقب، الطالب يدخل بيوزر آخر بيتحل على الامتحان بينفصل الطالب. فهذه من الشغلات المهمة جدا. طبعا الموضوع المواطنة الرقمية موضوع كبير، بتمنى أنه تنعمل موضوع بهذه الطريقة بهذا الموضوع، وهي من الأمور المهمة جدا حقيقة فاهمة لدى المعلم، ويعني قضية إبرازها للطلاب، تمام. البراند، الشخصية الرقمية تاعت المتعلم، بده يصنعها المعلم، سواء يعني بده ينبه الطلاب على قضية البراند الشخصية حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يصنعها المتعلم سواء على الفيسبوك أو على تويتر. البراند المعلم لازم يوصل الطلاب كيف تكون شخصيته على وسائل التواصل، بالأدب بالاحترام، تمام، بعدم سرقة المعلومات إلى آخره. إذن المعيار العام الخامس عندنا المواطنة الرقمية أو يسمى بالديجيتال سيتيزنشيب. المعيار الخامس حكيتوه أنتم بقضية الشات، وهو مرتبط بقضية الأنشطة، وهو مرتبط بقضية التدريس المتنوع. الآن طبعا عندنا التدريس المتنوع من الشغلات الأساسية اللي أصبحت مهمة جدا بتصميم أي مقرر رقمي وإعطاء المادة. لما أنا أجي أعطي المادة وأدرسها لازم أدرس المادة ليست بطريقة واحدة. عندنا التعلم المتمايز، عندنا الأدابتف ليرنينج، التعلم التكيفي، إنه أكيف التدريس على حسب المتعلمين. إحنا في التعلم الرقمي يا جماعة ما منعلم فئة واحدة، إحنا منعلم عدة فئات، فبالتالي التدريس لازم يكون متنوع، الأداة الرقمية المستخدمة لازم تكون متنوعة حتى تناسب الجميع. طيب، كان على التدريس المتنوع. عندنا التقييم والقياس، ظل عندنا المعيار السابع والثامن، بعد ذلك ندخل بالشق العملي. المعيار العام السابع له التقييم والقياس، وهذه مشكلة المشاكل طبعا هي والتصميم. ترى تصميم التعليم هي بالغالب بتصميم المقررات الرقمية، تمام، لكن راح نلاحظ انه المعلم هو اللي بيدير العملية التعليمية، هو بيدير الواجبات، تمام. يعني هنا في دور للمعلم، المعلم هو اللي بيصحح الواجبات، هو اللي بيضع الاختبارات، هو اللي بيعمل التغذية راجع للمتعلم، هذا دور المعلم حتى لو كانت في مرحلة سابقة هي مرحلة التصميم. طيب، إذا أدوات التقييم ليست واحدة، احنا وقعنا في طبعا التقييم والقياس هي مشكلة المشاكل الآن في التعلم الرقمي. يعني قد ندرس ولا نستطيع أن نقيم، للأسف البعض راح على وسيلة واحدة من الوسائل التقييم وحصر كل التعلم الرقمي في قضية تقييم الطلاب بنوع واحد وهو الاختبار. وكل الدراسات بتحكي، الدراسات الجديدة بتقول إنه أضعف أنواع تقييم الطلاب بالتدريس الرقمي وضع اختبار له. يعني عندنا أدوات أخرى مختلفة، عندنا البورتفوليو، عندنا البروجيكت، حتى الاختبار لما بده ينعمل له أكيد طريقة أخرى في التعلم الرقمي غير التعلم الوجاهي. المعلم أو الأستاذ الجامعي بده يضمن الشفافية، بده يضمن الشفافية، ما الطلاب ما يغشوا في الاختبار، تمام. بده يضمن إنه أداة التقييم أداة حتى مع المتعلمين. راح نشوف في UDL إنه من أحد المراحل إنه تقييم الطلاب لا يجوز أن يكون بنوع واحد. البعض بقيم كل الطلاب بطريقة واحدة. إحنا الأصل طلابنا ما يقيموا كلهم بطريقة واحدة. كل طالب وكل مجموعة لها طريقة معينة بالتقييم. طيب،
لو حبينا نستفسر يا دكتور جلال دلوقتي ازاي اضمن ان الطالب بتاعي ما بيغشش؟ دكتورة صاحبة بتسأل السؤال ده، يعني دي مشكلة. خلينا بس نمشي شوي، انا بنهايه هذا بترك الاسئله ان شاء الله. راح اتكلم تمام يا بالنسبه دكتور. لقضيه التقييم. يا جماعه لا تحصروا التعليم الرقمي باختبار باختصار. ليش احنا كل التعلم الرقمي عندنا حاصرينه باختبار؟ وين الرفليكشن؟ وين التقييم الذاتي للمتعلم؟ مش موجود. وين عندنا البروجكت؟ مش موجود. خلي الطالب بالبروجكت يصور نفسه. ليش ما الطلاب التعلم التشاركي مش موجود عندنا؟ البعض بيقول لك طب التعلم التشاركي بعض الطلاب ممكن، يعني مش هو اللي يحل، طالب نشيط وطالب مش نشيط. الا من الطرق الحديثه اللي انا شفتها صاروا يطلبوا من الطلاب حتى النقاش يتصور. دكتور محمد معي انت؟ دكتور؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. صاروا يطلبوا من الطلاب بوقت المشروع كيف كانوا يتناقشوا. انا هقول لحضرتك على حاجه، ان احنا واحنا بره في الجامعه لما كنا بنعمل بروجكت او بنعمل شغل مع بعض واحنا طلبه، كان لازم نعمل نصور جوه الجامعه، لازم نصور اللي احنا بنعمله عشان نرد الدورين ده. في حد فتح المايك يا جماعه؟ الدكتوره حنان تقفل المايك. كان التصوير بيتم مباشره لينا واحنا قاعدين وبنطلعه فيديو عشان يبقى فيه ديسكشن ايه اللي حصل فيها، والكلام ده كله بيتقيم. أنا بس الفكرة اللي عندي لا تركزوا على الاختبارات كثير، يعني حطوا الاختبارات الآن. يعني عندنا مثلا خلوا تقييم ذاتي، اعملوا اختبار قبلي للطلاب، لأنه إحنا المادة الرقمية يا جماعة التقييم الرقمي ليست فقط اختبارات. يعني ليش إحنا مركزين على قضية الاختبار؟ إحنا ما بدنا نعيد التعلم الوجاهي تعلم رقمي، يعني بنحطه كله في التعلم الرقمي. تمام؟ طبعا في ادوات رقابه، انت الكل بيعرف الجامعات في ادوات رقابه الان كثيره جدا وضعت على الاختبارات. لكن وين البورتفوليو؟ يعني ممكن انا الطالب اطلب منه مشروع اقيم الطالب بهذه الطريقه بافضل من 100 امتحان. تمام؟ مقابلات الطلاب ليش ما بتنعمل؟ الى اخره. احنا دورتنا اليوم مش بالتقييم، لكن انا عارف انه التقييم هو مشكله المشاكل. لكن في عندنا ادوات حقيقه في التعلم الرقمي، أدوات تقييم حقيقة بديل على الاختبارات. كمان نقطة مهمة جدا، إحنا التعلم الرقمي هو التعلم لذات التعلم بالدرجة الأولى، وليس الهدف منه فقط قضية إنه العلامة. إحنا ما نربط كل شيء في العلامة كمان، يعني الهدف إنه الطلاب يتعلموا. طيب المعيار العام الثامن حكينا عنه، التصميم التعليمي، وأنا فرضت له يعني لقاءات، يعني لقاء كامل، فما راح اتكلم عنه، لكن بهمنا نكون عارفين انه في التصميم التعليمي الاهداف لازم تكون مترابطه مع الانشطه، مع المحتوى، مع التقييم، مع التقنيه المستخدمه. وحكينا انه التصميم التعليمي ذكر بمعايير التدريس. تمام؟ لانه المعلم الحقيقه لازم اقل ما فيها يكون عنده معرفه عامه في علم تصميم التعليم. لكن هو هذا على فكره المعيار العام الثامن ليس شرطا ان يكون موجود في المعلم. يعني احنا ما بنفترض في المعلم نفسه يكون هو المصمم الرقمي، مش شرط. قد يكون وقد لا يكون. لذلك مثل ما حكينا في كثير من الجامعات في اقسام كامله مصممين تعليميين. الان ما في جامعه في امريكا او في مدرسه إلا في قسم كامل لتصميم التعليم، تصميم المقرر الرقمي. يعني عضو هيئة التدريس ببعض المادة الرقمية للمصممين الرقميين أو مصممين التعليم، فهم بيجهزوا له المادة بناء على الأهداف والأنشطة اللي هو طالبها. طيب طيب الآن عندنا سؤال يا دكتور محمد. دكتور محمد؟ أيوة محمد. الآن أيوة. بدنا ندخل على، بدنا نتكلم شوي، ندخل شوي على قضية بناء المجتمع الرقمي ومشاركة المتعلم. بدي أركز عليها في بعض الأمور وبعد هيك رح نأخذ تجربة يعني عملية على الموضوع. في عنا على سلايدو، قبل ما أبدأ النشاط بحب أذكر إنه كل الليرنينج مانجمنت سيستم الموجود عندنا، سواء البلاك بورد
سواء الموديل هو الآن مبني على البنائية، النظرية البنائية، إن راح نلاحظ الموديل بلاك بورد الكانفاس كله مبني على البنائية. البنائية يا جماعة بتركز مش على المعلم، بتركز بالدرجة الأولى على المتعلم، يعني الشغل الأكبر على المتعلم، تمام؟ فلا يعقل إنه متعلمنا يكون غايب في الأنظمة إدارة التعلم. أنا بلاحظ إنه كثير من أعضاء التدريس بيكتفي بوضع مادة فقط للعلم، سواء PDF أو وورد أو فيديو إلى آخره. يعني نتكلم على السنتر اللي هو المتعلم. البنائية بتركز عنا على المتعلم، وبتركز على الجودة اللي هم بيسموها العملية. الجودة باختصار هي موضوعين. دكتور محمد. أيوة دكتور. الجودة عندنا قضيتين في البنائية. أول شغلة بيسموها الفاعلية، والقضية الثانية بيسموها الكفاءة. خلينا نميز بين القضيتين. أي عملية تدريسية بتركز على القضيتين هذول، القضية الفاعلية وقضية الكفاءة. الفاعلية إنه طلابنا يحققوا الأهداف، تمام؟ والكفاءة إنه يحققوا الأهداف بأقصر وقت مطلوب، لأنه أنا ما بيصير في الجودة الطلاب يحققوا الأهداف يقعدوا سنة فيها، أو يقعد شهر والأهداف لازم تتحقق في حصة أو بمحاضرة، تمام؟ فعنا الجودة يا جماعة في البنائية اللي بسموه العمليات، قائمة على قضيتين، الفاعلية والكفاءة. فاعلية نحقق الأهداف، والكفاءة نحقق الأهداف بأقصر وقت ممكن، لأنه لا يجوز عملية، لا يجوز هدف بيحتاج يوم الطالب يحققه في أسبوع. وين الجودة؟ صار عندنا مشكلة. طيب نأخذ النشاط، بدنا أنا بعض الرابط. في عندنا الآن اقتراحات يعني على مشاركة المتعلم. خلينا نشوف كيف بدنا نعمل التعلم عن بعد أكثر تفاعل ومشاركة. احنا اليوم تركيزنا ترى على الديستنس ليرنينج. احنا اليوم ما بنتكلم على بلندد. قبل ما تشير الدكتور شوي، احنا اليوم شغالين على الديستنس ليرنينج. واحد بيستني طب البلندد ليرنينج شو نعمل فيه؟ البلندد ليرنينج يا دكتور محمد له معايير خاصة فيه. ده اكيد. ما لناش شغل مصلحة. البلندد ليرنينج له معايير خاصة فيه ومعايير عالمية. يا جماعة ضروري جدا نشتغل على المعايير. لا تصمموا بدون معايير ولا تدرسوا بدون معايير. فإذا صممنا بدون معايير ودرسنا بدون معايير صار عندنا مشكلة كبيرة جدا. يعني صرعنا الآن صراع جودة في التعلم الرقمي. من يملك الجودة لابد له من هذه المهارات. طيب خلينا نشارك بالنشاط مع بعض هذا. بدنا نشوف التعلم عن بعد ديستنس ليرنينج. دقيقة بس علي بالله لو سمحت لي. تفضل. لو سمحت لي. معلش يا جماعة رمضي يا واحدة. الشير تغير عندك؟ الشير تغير عندي. يلا. بدنا همة الجميع الآن وما عندي مشكلة. شاركوا مثل ما بدكم. فري. فور فري الموضوع هذا. الرابط خاص بالسؤال، الرابط اللي انا بعته دلوقتي يا فندم هو خاص بالسؤال اللي الدكتور عمله، تم تحديثه. ادخل على الرابط دلوقتي يا دكتور هناء هتلاقي كل حاجه. جميل. كيف يمكننا نرجع التعلم؟ طيب زياده الانشطه التفاعليه، شغال الطلاب بالمحادثات، جميل. استخدام محفزات الالعاب اللي هي الجيميفيكيشن. وميرج افريكا اكيد عندنا دورات كثير جدا في الموضوع هذا. اختيار انشطه التعلم، فتح نقاش اخر المحاضره، تفعيل المنتديات رائع، وسائط تفاعلية ممتاز، اختيار أنشطة مختلفة وجذابة جميل جدا، الأنشطة جذابة رائعين، جميل، منتديات وأنشطة جميل، نشر ثقافة التعلم الرقمي، سائط تفاعلية حكينا، اختيار الموضوعات، استخدام المعامل الافتراضية جميل جدا.
جميل، اختيار أنشطة ملائمة، جميل جميل جدا. طيب شكرا، نوقف النقاش هنا ونرجع على الملف تاعنا. قول يا الله. طيب الآن جينا على صلب الموضوع بمشاركة المتعلم، تمام؟ شو يا جماعة، إحنا لما نيجي ندرس ونصمم لازم يكون عندنا الدائرة هذه موجودة، لازم تكون عندنا هاي الدائرة موجودة. التفاعلات والمشاركات عندنا لأي واحد بده يصمم ويدرس، تمام، لازم يكون عندنا أنواع التفاعلات الموجودة الأربعة. طيب التفاعل الأول، لازم يكون عندنا تفاعل طالب مع محتوى، تفاعل طالب مع محتوى. والتفاعل الثاني تفاعل الطالب مع الطلاب الآخرين، والتفاعل الثالث تفاعل الطالب مع المعلم، والتفاعل الرابع. أنا آسف ثانية يا دكتور لمقاطعتك، أنا مش عارف يا جماعة، في واحد اسمه أمجاد الحربي لسه داخل ويسعدنا الانضمام. يا جماعة أنا مش بقول يا جماعة اللي عاوز ينشر أي رابط يبعت الأول، في بعض الأحيان رابط لا أخلاقية ورابط فيروس، أنا مش بعترض أي حد ودي سياسة. يا ريت حضراتكم لو أنتوا عاوزين الموضوع يكمل بالنظام ده، أنا هو بعت الرابط وخرج جري، ده مش طريق نظام. أنا ببعت الرابط للناس للحضور، في حد بيبعته لحد فيهم داخل بقى اسم تاني مختلف عشان يبعت الرابط بتاعته، عاوز انشر القناه بتاعتك انشرها، انا مش مشكله عندي، بس لازما استاذن، وفي سياسه للمكان وفي احترام وفي اخلاقيات. احنا قاعدين بنتكلم مش مواطنه رقميه دكتور، مش عارف والله يا دكتور، ما فيش مواطنه رقميه. احنا لو تعلمنا على المواطنه الرقميه وعلى القصص هذه بندق الباب من مكانه من بابه ويجي. يعني احنا بنعمل حاجه هقفل الشات يا دكتور بدر، مش هينفع، احنا كبار، مش هينفع ان انا اغلق الشات، يعني احنا اكبر من كده. بس في اسكس احنا اتفقنا مع بعض عليها وقواعد من اول ما دخلنا. يا جماعه اي رابط من الروابط دي انتوا ممكن يضركوا انتوا اكتر ما يضرني انا، هيضر الجامعه، مش هيبقى مشكله عندها رابط 12 وخطا من اللي بعته، بس ده هيشوه سمعتنا ويشوه المكان اللي احنا موجودين فيه. فيا ريت بعد اذن حضراتكم محدش ينشر حاجه، اللي هينشر حاجه انا هيضطرني للاسف ان انا هقفل الشات عن كل الناس، وهتبقى دي السياسه بقى اللي هنشتغل عليها. بس انا حابب مش حابب كده. شكرا حضرتك دكتور، واسف مره اخيره ومش عارف. ما في مشكله، خذ راحتك ان شاء الله. التفاعلات يا جماعه والمشاركه اللي بدينا فيها قبل قليل، الان عندنا التفاعل، عندنا كمعلم في التدريس عندنا طالب مع محتوى، طالب مع طلاب اخرين، وطالب مع معلم، وطالب مع السطح البيني. الطالب مع المحتوى، اذا انا بدرس لازم تكون المادة تفاعلية، ما بصير تكون المادة جامدة، ما بصير تكون المادة عبارة عن وورد وبي دي اف إلى آخره فقط، لازم تكون عبارة عن مادة تفاعلية. وكمان شوي رح نشوف بعض التطبيقات اللي بتدعمنا في هذا الموضوع. طالب مع طالب شغال، وطالب مع معلم شغال، إذا قاعدين نبني إحنا الآن في مجتمعنا build community، نبني في المجتمع تاعنا. قبل ما نبدأ بالتفاصيل، عندنا النوع الرابع الطالب مع السطح البيني. دكتور محمد ايوه دكتور مين بيعرف شو معنات الطالب مع السطح البيني؟ مين بيعرف شو هذا المصطلح؟ ترى في الكتب وفي الدراسات احنا عندنا ثلاث انواع من انواع التفاعلات، طالب مع محتوى، طالب مع طلاب، وطالب مع معلم. طبعا عندنا طالب مع السطح البيني، مين سمع بالسطح البيني؟ حد بيقول مع البيئه. اذا حدا بيعرف اعطيه شهاده الان. يعني هياخد الشهاده دلوقتي ويروح. شو رايكم، شو الطالب مع السطح البيني هذا؟ راح تلاقوها بالدراسات، راح تلاقوها بالدراسات، موجود القصه هاي. وهنكون مدرب معنا كمان دكتور جلال. يلا يا جماعه مين عندنا افتح لي المايك، اللي بيعرف يعني اذا كان صوتي ما عندي مشكله بسمع. لا في حد بيقول ابحث على جوجل، انا عادي ادور يا جماعه. يا جماعه اللي هيبدا بعد اذنكم، بعد دكتور هناء، دكتور هناء، دكتور هناء، دكتور هناء، ايوه سامعيني الاول بالراحه يا جماعه. اللي عاوز يقول اي اجابه يرفع ايده، وبعد ما يرفع ايده يعرف نفسه عشان نبقى عارفين بعض. بس نقطه نظام، اتفضل يا دكتور هناء عرف نفسك واحنا قاعدين بنسمع حضرتك. السلام عليكم، انا هناء صالح، كليه الزراعه جامعه اسكندريه، وانا بتوقع هو تعامله مع الجهاز اللي بيتعامل من خلاله
يعني سواء موبايل او لابتوب او خلافه، يعني اللي هو الوسيله التفاعليه اللي بينه وبين المعلم، يعني كيفيه تعامله معاها، بيعرف يتعامل بيعيد الاداء عليها او لا. ده اعتقادي. شكرا لحضرتك. حسن، شكرا لك دكتور. الكلام صحيح، بس احنا بدنا نوسع الدائره كمان اكثر. النوع التفاعل الرابع، التفاعل الرابع السطح البيني المقصود فيه، انا كيف بتعامل مع الانترفيس تاع الليرنينج مانجمنت سيستم، كيف بتفاعل معاه، كيف بتحرك. تمام. لما ادخل على معنا دكتورة سيام، تفضلي بدها تتكلم. طب خليها، ما عندي مشكله. تفضلي يا دكتور، المايك مع حضرتك. الو الو، هي رفعت ايدها بس مش عارف. خلص ما فيش مشكله. اذا النوع الرابع اللي بدي احكيه الان، لانه راح اركز على المحتوى والطلاب الاخرين والمعلم، لكن انا بيهمني السطح البيني. السطح البيني انه كيف نتعامل مع الواجهات الاستخدام، احنا هذا نوع من انواع التفاعل ترى ومغفل. طب كيف بدنا نقيسه؟ بنقدر نقيسه، حكينا عنه المره الماضيه عن طريق انظمه الاي بي اي، اللي هي بتعرف الطالب كم قطع بالفيديو، كم جلس بالفيديو، كم تعامل مع البي دي اف، قديش جلس في، قديش يعني اخذ وقت في قضيه ورقه البي دي اف، او اخذ بالتفاعل مع الفيديو كم قطع وقت. هذا السطح البيني. اذا هذا نوع من انواع التفاعل برضه لازم ما نغفله، وهو مهم جدا. قد تكون ورقه العمل فيها مشكله، قد تكون الفيديو فيه مشكله، فهذا نوع من انواع التفاعلات. اذا محتوى، طلاب اخرين، معلم، سطح بيني. طيب اعملنا على اللينكد ان دكتور محمد معي. دكتور محمد بمن على اللينكد ان قبل 10 ايام سؤال، طبعا كان باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. عملنا سؤال: ما هي اكثر انواع التفاعل برايك موجود في بيئه التعلم عن بعد الموجود حاليا؟ يعني تمام، تفاعل الطالب مع المحتوى، تفاعل الطالب مع المعلم، تفاعل الطالب مع طلاب اخرين. طبعا النتيجه ما تفاجأت منها انا، يعني شوف النتائج كيف كانت عندنا. كان عندنا تفاعل الطالب مع المحتوى اخذ 79%، تفاعل الطالب مع المعلم 16%، واضعف انواع التعلم تفاعل الطالب مع الطالب اخذ 5%. العينه تقريبا في اللغه العربيه كانت موصله عندنا 60، وباللغه الانجليزيه وصلت عندنا تقريبا العينه كانت بحدود 90 واحد، واغلبهم باختصاص تكنولوجيا التعليم والانستركشنال ديزاين. وجدنا انه اغلب التفاعلات كانت بين الطالب والمحتوى. طب وين المجتمع الرقمي عندنا؟ اذا احنا ما عندنا مجتمع. احنا مجتمعنا في مشكله. المجتمع طالبنا مع طالبنا ضايعين، والكل بيعرف انه اقوى انواع التعلم تعلم المتعلمين بعضهم البعض. هاي نقطه كثير منا بيغفل عنها. بقول لك خلاص انا ممكن اعطي الماده، طب الطلاب صدقوا إن الطلاب ممكن يعلموا ويزيدوا معلومات بعض أضعاف مضاعفة عما يعني يعطى من قبلنا. فشوفوا كيف طالبنا مع طالبنا 5%، طالب مع معلم 16%، والستودنت مع الكونتنت هو الماخذ الجزء الأكبر. طيب أو هذه كلها مشكلتها انه احنا كيف بدينا الماده؟ هل احنا لما جينا نبني الماده قبل ما ندرسها كان عندنا انواع التفاعلات كلها اخذت بعين الاعتبار ولا ما اخذت بعين الاعتبار؟ طيب بشكل سريع جدا، طبعا الادوات هذه معروفه، لكن لما نيجي ندرس ادوات تفاعل الطالب مع المحتوى، اشارها انا ما بدي ماده تكون جامده. الايدي بازل قوي جدا، بقدر اعمل ماده تفاعليه بينه وبين الطالب بين الفيديو. تمام. في عندنا موقع اللايف ورك شيت، عندنا الاتش 5 بي تطبيق قوي جدا. تمام. في انتر اكتف، الكويزز، الكويزلت، الكاهوت. هذه بالنسبه لقضيه ادوات التفاعل الطالب مع المحتوى. ادوات التفاعل الطالب مع المعلم طبعا اشهرها الان اللي احنا بنستخدمها، الزوم والجوجل ميت. بس انا بدي انصح هنا بعض النصائح متعلقه بال اصول التدريس
اللي هو ديجيتال بيدجوجي. ترى على فكرة في بعض الأمور مهمة جدا لازم نفهمها في الصف الافتراضي. الصف الافتراضي طبعا له معايير جودة عشان تكونوا عارفين، كمان في معايير عالمية، في معايير عالمية، والمركز الوطني في المملكة العربية السعودية نزل المعايير. أنا طبعا بنصح الجميع، طبعا هذه مترجم، المعايير مترجمة للغة العربية، بنصحكم تدخلوا وتشوفوا المعايير. في عنا في الصف الافتراضي أيضا هناك معايير، تمام. ولازم ننتبه على الديجيتال بيديجوجي، أصول التدريس، لما نيجي نعطي الدرس الرقمي أو المحاضرة الرقمية. أعطيكم شغلة بالديجيتال بيديجوجي دكتور محمد. دكتور أيوة دكتور، نقطتين فقط بالديجيتال بيديجوجي مهمات جدا للمعلم، نقطتين بس بدي أعطيهم. هذه من معايير الجودة وكثير ناس بتسأل عنها. حجم الصف الافتراضي، الفصل الافتراضي، البعض حط 100 و150 ودمج الطلاب وخرب الدنيا في التدريس، تمام. حجم الفصل الافتراضي طبعا عليه دراسات كثيرة جدا. ايش العوامل اللي بترتبط بقضية الفصل الافتراضي؟ كم العدد في الصف الافتراضي؟ هل هو قائم على اجتهادنا؟ لا، الدراسات والأدبيات السابقة وأفضل الممارسات موجودة، وفي دراسات كثيرة على هذا الموضوع. حجم الفصل الافتراضي ايش بيرتبط؟ بدنا نعرف. نفتح السؤال للحضور؟ لا 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 لا، هذا إيه اللي أنا بدي أجاوب، الله يرضى عليك. ديجيتال بيديجوجي، نفهم أصول التدريس، كم عدد الصف الافتراضي لازم يحط. أنا بعرف مدرسة من المدارس عندنا وضعت أكثر من 150 طالب في داخل الفصل الافتراضي لم يتعلم الطلاب، وكذلك فعلت الجامعات. بدنا نفهم أصول التدريس يا جماعة، مش احنا معلمين رقميين. طب كيف معلم رقم مش فاهم شو الأبجديات في التدريس؟ أنا من الصف وجاهي. كم العدد؟ تفاجأت عدد الدراسات الموجود في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. على إيش بيرتبط؟ في عنا عوامل كثيرة جدا أشهرها، عوامل مرتبطة بالتدريس. طب إحنا كيف مندرس؟ بالغالب تدريسنا يا إما سلوكي يا بنائي. السلوكي على إيش بيركز؟ على المفاهيم وعلى المصطلحات، ما عنديش مشكلة بالعدد. طيب بدي أدرس على البنائية، البنائية بتركز على حل المشكلات وعلى المشاريع، إذا ما بيزبط يكون العدد كبير. طب كم لازم يكون المجموع عنا؟ 10 15؟ طيب إيش الوضع بالضبط؟ بدنا نفهم عوامل مرتبطة بطبيعة المقرر. المقرر نفسه ما بيصير دائما يكون نفس العدد، ما بيصير. معلمين العلوم عندكم تجربة، كيف 50 طالب بالتجربة أو 70 طالب أو 100 طالب، تمام؟ إذا ديجيتال بيديجوجي بدنا نفهم أصول التدريس بالنسبة للصف الافتراضي، نفهم القصة. طيب What is the best؟ اسمعوا علي يا دكتور محمد. دكتور أيوة دكتورنا. ديجيتال بيديجوجي بالنسبة للآن تفاعل الطالب مع المعلم، أنا قاعد بتكلم بأصول التدريس بالنسبة لقضية التدريس، من الأفضل؟ من الأفضل إنه المحاضر يطلع بصورته زي ما أنا طالع لكم ولا ما يطلعش؟ جاوبوني أشوف. إحنا عملنا على اللينكد السؤال هذا برضه في الديجيتال بيديجوجي، تدخلوا معي دكتور محمد؟ مع حضرتك يا دكتور. يلا خلينا نشوف الآن مين أحسن، بصورة ولا بدون صورة؟ بدل ما يحكوا لنا منور مش منور، خلينا نشوف القصة الآن. يلا أبعت السلايدو، أبعت السلايدو. دقيقة علي، استنوا يا جماعة، ما حدش يجاوب في الشات، هنبعت السلايدو عشان ما السلايدو. معلش. لا لا لا، ولا مع حضرتك. هل يرغب الطلاب برؤيتي في الشاشة أثناء استخدام الصف الافتراضي مثل الزوم؟ شو رأيكم؟ على دراسات، خلينا نشوف. نعم. طيب لا، تمام. غيره كم عددهم اللي شاركوا معنا؟ والله شوف العدد، ثلاثة للآية، ثلاثة بس. يلا بدنا العدد الباقي يا جماعة، شو أنتم بتدرسوا؟ مين أحسن لكم؟ طلابكم شوفوكم ولا تتخبوا عن الطلاب؟ أها، في بعض الناس بيقولوا أفاتار هيكون ممتع أكتر، وفي ناس بيقولوا بصورة أفضل. أها، شو رأيكم؟ حدا شاف دراسة في الموضوع هذا؟
احنا شغالين على كيفنا يا جماعة في التعلم الرقمي. احنا بنشتغل على كيفنا. صدقوني ما عندنا يعني تمام. كم صار العدد عندي؟ 20. ما شاء الله مسيطرين. اثنين وعشرين واحد عندنا العينة. طيب خلينا نطلع من القصة هاي، ولا شو رأيك دكتور محمد انت؟ شو رأيك في الموضوع هذا؟ ديجيتال بيدغوجي. ما الآن دخلنا إحنا التعليم، ترى إحنا دخلنا في صلب التدريس يا جماعة. ديجيتال بيدغوجي مين أحسن؟ أبين ولا أبينش؟ أطلع ولا ما أطلعش؟ مين أحسن؟ في دراسات اعملوا سيرش عليها في النت، راح تلاقوا العجب العجاب في هالقصة هاي. تمام؟ هو في بعض الحضور بيقول لك إنها body language، وفي تفصيل فيها. الآن بيقول لك لا يا عمي، من الكيجي إلى 12 لا يا عمي، أفضل يطلع الأستاذ جانب الهيومن، بدي إياه أنا، بيهمني. طيب الجامعي لا، بيقول لك ما يبينش أحسن. ليه؟ لأنه تركيز الطالب بيكون أكثر على المقرر، على المحتوى، ممكن يكون في شيء آخر. طب وإنت أطلع وإنت ما أطلعش؟ طيب طب إذا طلعت وما طلع، إذا ما طلعتش على لو ما كانت الصورة موجودة، شو لازم يكون طبيعة المحتوى؟ إذن هاي في نوع ثاني الآن. شو طبيعة المقرر؟ الطالب وين بده يركز؟ لأنه هذه ممكن ترى على فكرة ممكن تكون مشتت. تمام؟ ممكن يعني يكون عندنا مشتت، يعني عندنا مشتتات في البيئة الرقمية. ممكن صورة الآن عندكم مشتت، البعض ما بتطلع على الصورة، والبعض ما بتطلع إلى على السلايدو، والبعض ما بتطلع. طيب إذا ما كانش المحاضر موجود، طب شو نتوقع المتعلم وين رايح؟ بدنا نفهم. طب إذا كان، شوفوا أنا بعد التجربة، إذا كان التصميم سيء سيء بيكون عندنا مشكلة كبيرة، بالغالب إنه راح يكون التركيز على الصورة. إذا كان المقرر قوي، إذا كان المقرر قوي ما احتاج، ما بيحتاج المتعلم قضية صورة يعني المحاضر في الدراسات في الأمور العليا. لكن إذا كان عندنا التصميم سيء بيضطر المحاضر لازم يكون مبين. اللي مرص السلايدات ومعبيها تمام، هذا ضاع الطالب كله أصلا. طيب هذا سؤال للبحث ترى. والجميل في الدراسات الأجنبية إنه بأخذوا جزئية بيبحثوا فيها متعلقة بعلم النفس، بالبادي لانجويج، متى يطلع المقرر، متى يطلع المحاضر، متى ما يطلعش. طيب إذا ما طلعش على إيش نركز إلى آخره. يعني في بالديجيتال بيدغوجي يا جماعة أساسياتها نفهمها، لازم نفهم زي ما نفهمين لغة الجسد في الغرفة الصفية العادية. بدنا نفهم. أنتم ملاحظين الآن إحنا كل خمس دقائق عشر دقائق بنعمل نشاط. أنا مش جاي أسمع سلايدات، لازم أعمل كل 10-15 دقيقة. هذا في الديجيتال بيدغوجي. تمام؟ لازم نفهم طالبنا كم بيركز معنا. طب إحنا الآن ورا الشاشة. دكتور محمد معي؟ دكتور محمد؟ دكتور؟ مع حضرتك يا دكتور. دكتور زميلنا قبل فترة بيقول لي بدك تعمل لي دراسة نفسية، صار معي حالة نفسية من كثر الحصص الافتراضية. شو السبب؟ عندنا برنامج الجامعة بيبدأ من الساعة 9، بنتي من الساعة 1 قال لي بدك تعمل لي دراسة. ليش صار فينا هيك؟ ليش أنا صار عندي مشكلة؟ أنا قلت بنفسي، أنا قلت الوضع طبيعي، لأنه أنتوا إحنا التعلم الرقمي يا جماعة مش تعلم دائما زوم. البعض فهم إنه التعلم الرقمي هو عبارة عن زوم بيشغل وبيعطي الطلاب. طب إحنا هذا جزء من التعلم الرقمي. طب إحنا عندنا التعلم غير متزامن. وين راح التعلم المتزامن؟ الأصل في التعلم الرقمي هو التعلم الغير متزامن وليس المتزامن. هذا معروف الكلام. الأصل في التعلم الرقمي هل هو التزامن؟ لا. وين القاعدة الأساسية اللي بتقول التعلم الرقمي قناة قواعد؟ anything anytime anywhere. طب أنا اليوم ما حضرتش، معايا دكتور محمد؟ دكتور؟ ايه دكتور مع حضرتك. كم واحد شاف الفيديو بعد أسبوع؟
راح تلاقي انه اذا نتعلم هو مش شرط يكون معي الان موجود يا جماعه، هو ما تعلمش الا اليوم بهالدقيقه بهالمحاضره لا. فالاصل في التعلم الرقمي التعلم الغير متزامن. فالجامعات الزمت الدكاتره انه كل يوم يعطي المحاضرات من الساعه 9 للساعه 1 هذا مدمر، دمر الطلاب نفسيا. هذا الديجيتال بيداجوجي، مش فاهمين الفكره. صار عندنا مشكلة كبيرة جدا وانتم عارفين هذا الكلام. وكذلك المدارس، من الطلاب يستطيع ان يركز هذه الفترات الطويلة جدا امام الشاشات؟ متى يطلع الدكتور، متى ما يطلعش؟ ديجيتال بيداجوجي بدنا نفهم القصة هاي، هاي بدها دورة لحالها بدنا نشتغل عليها، نشوف كل صف الافتراضي كيف بده ينعمل. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب احنا مش مطولين، كم الساعه صارت؟ والله اشتغلنا انا بس 5:30. طيب احنا مش مطولين ان شاء الله. يعني احنا انا موجود. بتمنى انكم تكونوا معي بس سيدي اللينكد ان، وانا دائما بحط الاسئله هاي، يا ريت الكل يجمع المجموعه. احنا ما شاء الله عندنا مجموعه كبيره، انا معي باللينكد ان تقريبا 2200. بحب الكل يكون موجود لانه كل فتره بنحط سؤال، والسؤال هذا ترى على فكره عليه دراسه. تمام؟ شوفوا الاجابات. ال 96 قالوا نعم، ما يحبوش طلابنا يشوفونا، ال 4% بيقولوا لا، لكن اقراوا الدراسات راح تشوفوا اشياء اخرى، راح تلاقي تفاصيل في القصه هاي. انا بتمنى طلاب الإدوكيشن تكنولوجي مصممين التعليم انه يدوروا على القصص هاي ويبحثوا فيها حتى يفيدوا يعني طلبة العلم ويفيدوا الجامعات ويفيدوا التعلم الرقمي. انا حكيت انه التعلم بين الطالب والمعلم ترى على فكرة الان حقيقة في نقلة نوعية، اصبح التعلم المتزامن ياخذ وضع كبير جدا. ما كنا احنا في التعلم الرقمي بهالطريقة، اغلب شغلنا كان في التدريس يعتمد على قضية الغير متزامن. لا لا، طلع المتزامن، والمتزامن صار له سوق كبير جدا، صارت أثمان التطبيقات بالمليارات. زوم الآن بالمليارات بنتكلم احنا يا جماعة، حقه 20 مليار بس زوم، هذا اللي بنطبق فيه حقه 20 مليار بس فقط لا غير. المتزامن طلع على الساحة وطلع على الشغل وصار تطوير عليه كبير جدا. وانتوا لاحظوا الان سلايد وانا قاعد بطلع على تطبيق ثاني. زوم ترى نزلت خدمه قبل تقريبا قبل 10 ايام، ما بعرف اذا شفتوها ولا لا، اسمها ماي اب. في حد اشتغل عليها؟ في ابات جديده، حتى قضيه الدروب بوكس والبولينج والكويزز. الكويزز الان صارت كاهوت، صارت عباره عن انتجريشن جوات الزوم. مين جرب هاي التطبيقات؟ دكتور محمد، يا دكتور. ايوه دكتور، ايوه دكتور معانا في الله. هذه من الشغلات الحديثه الان، ادخلوا جربوا. في عندنا خاصيه جديده نزلت اللي هي ماي اب. ماي ابس يعني بدوش اطلع برا. الان احنا بنتكلم على الصف الافتراضي ديجيتال بيداجوجي كله جوا، بدهم مش يطلعوا حد الان. ماي اب، ما شوف لي حدا بيعرف القصه هاي؟ في كذا حد موجود عندنا في الجروب بيقول ان هو اشتغل عليها، في اللي بيقول ان هو اشتغل على الكهوت، وفي دكتور علي بيقول ان هو اشتغل عليها، ودكتور ياسر بتقول ان هي اشتغلت عليها. اشتغلت على الكهوت دكتور محمد، اشتغلت على الكهوت. الكهوت من جوات زوم، اشتغلوا من جوات زوم. هو بيقول لك ان هم اشتغلوا من جوات زوم. اذا شوف الان انت قاعد تتكلم على صف افتراضي عمال بتطور. احنا الصف الافتراضي ما كان عندنا بهذه الطريقه. الصف الافتراضي معروف هو ايش كان. الآن شوفوا مرحلة جديدة في التعلم الرقمي يا جماعة، في التدريس الرقمي. بدهم المعلم، بدهم الأستاذ الجامعي ما يطلعش برا، ما يعملش تشتت للطلاب زي ما أنا الآن بعمل سلايدو. دكتور شير لي، ما فيش. الآن عندنا الكل شغال عندك. هي أنا عامل لكم الصورة، شوفوا الألعاب الموجودة بالصورة على اليمين عشمالة، ألعاب في نفس الدقيقة غير البريك أوت. بدي الكل يجرب اليوم. شوفوا الزوم الان، الصف الافتراضي صار شغل كبير عليه. كان فيري سمبل، احنا الزوم اشتغلنا عليه بال 2016 كان جدا بسيط، ما كان في افكار، شيرنج وخلص. تمام؟ فاذا عندنا الان نقله نوعيه. ف
في الصف الافتراضي للمعلم للمدرس. لذلك يا دكتور محمد الصف الافتراضي دكتور محمد الصف الافتراضي الفيرجوال كلاس روم لازم ينعمل عليه دورات خاصه في كيف نعمل نعد الماده، كيف ندرسها، كيف نعمل البريك اوت. في خدمات كثيره موجوده عندنا احنا غايبين عنها. تفاعل الطالب مع الطالب، المنتديات، الفويس ثريد. مين بيعرف الفويس ثريد؟ شوف لي على الشات عندك. اللي عارف يا جماعه الفويس ثريد تفضل. الفويس ثريد هذا من اروع التطبيقات في بناء المجتمعات الرقميه. تعاون تكنولوجيا التعليم لا يعقل انكم مش عارفين تطبيق الفويس ثريد، لازم تكونوا عارفينه. كله مبني على التشارك. بيلد كوميونيتي. انتوا بدكم تبنوا مجتمع يا جماعه، وانا بدي ابني مجتمع رقمي بينه وبين بي دي اف وبين وورد ما بيزبطش. في حدا بيعرف الفويس ثريد؟ لا هو الان ما حدش كان عارفه. انا اشتغلت عليه جربته. في حد بيقول انه عاوز اخد دكتور محمد. انا ما بقدرش احكي معك انت. بس احنا لازم اديوكيشن لازم نكون عارفين التطبيقات هاي اذا بدكم تبنوا مجتمع رقمي. اذا احنا مش عارفين التطبيقات هذه مش راح نقدر نبني اي مجتمع رقمي. اكيد الجوجل سلايد، جوجل دوكيومنت، الانسر جاردن، البادلت، حتى ترى على فكره الخرائط الرقميه الان في عندنا بعض التطبيقات تشاركيه. الاستاذ بيعمل الخريطه الذهنيه واربع خمس طلاب كل طالب بيدخل من مكان بيشارك بمكانه مش جاهز. تمام. الان ظل عندنا الفقره المرتقبه. الفقره المرتقبه يا دكتور محمد. أيوة. خلينا نشوف شو عندنا. عينه صغيره هيك نغير جو. ولكم مش تغيروا جو. نغير جو شوي. نغير. خلينا نغير جو شوي. طيب. طيب. الشارع مبين هيك يا دكتور؟ هو لسه بيحمل شغل اهو خلاص. طيب هاي الماده طبعا انا كنت ناوي ادخلكم على موديل وأورجيكم العجب العجاب في المنتديات. يعني عندنا ست منتديات للبيلد كوميونتي ولازم تتعلموهم، لكن الوقت اداركنا ما راح ادخل على الموديل. بدي ادخل على شغل انا اشتغلته مع منصه رواق وبنيت الماده في البيلد كوميونيتي المجتمع الرقمي. يعني بنيته على التشارك، ما بديته فقط على المعرفه. لاحظوا انه لما ينبني انت بدك تبني مجتمع رقمي. المجتمع الرقمي بدك تشغل المتعلمين كلهم. خلينا نشوف بعض الافكار. شوفوا كيف هنا الشير واضح دكتور؟ بالنسبه لي واضح دكتور. شوفوا كيف انا يعني البعض يعني بيبعث لي على الخاص بيقول لي يا دكتور طيب احنا يعني بنعمل منتديات مع الطلاب ما بيشاركوا، بنعمل شغلات للطلاب، الطلاب ما بيشتغلوا معنا. يا جماعه اعرف اذا طالبك ما اشتغل معك عندك مشكله. عندك مشكله يا اما الشيء غير مثير للطلاب وهذه مشكله المشاكل، او فيش تعليمات واضحه، طلابكم بضيعوا قاعدين. لذلك تصميم التصميم والتدريس في بالمنتدى ترى احنا المنتدى عندنا تصميم وعندنا تدريس. لانه انا بصمم يعني هاي الصور الموجوده عباره عن تصميم. لكن كم تعليق عندنا يا دكتور محمد؟ بالله تعد لي اياهم. كم عدد التعليقات؟ 740. شو رايك بالرقم؟ لا هو رقم حلو. وكله شغال وكله بيعلم بعض. شوفوا الأسئلة كيف انحطت، شوف كيف تصمم. يعني أنا عملت له صور مثيرة للتفكير. شو رأيك بالمخرجات التعليم اليوم؟ إيش الأسباب؟ شو الحل من وجهة نظرك؟ شوف الصور. تمام؟ راحوا طلابنا. دقيقة هذا الرواق شوي بيغلبنا. دقيقة.
شاء الله يفتح بس خلصنا. شوفوا كيف دكتور محمد واضح الشير؟ دكتور دكتور محمد واضح واضح الشير. شوفوا كيف الطلاب يشتغلوا قاعدين مع بعض وأنا بدخل معهم وبعلق وهم بيشتغلوا معنا. شوفوا كيف الشغل، كل واحد بيعطي وجهة نظر. في شغل للطلاب، طلاب عمال بيشتغلوا. أنا اعتمدت على قضية البيلت كوميونيتي، ابني مجتمع رقمي يا جماعة. أوله طب كيف نبني مجتمع رقمي؟ أول شغلة بعرف نفسي، الطلاب بيعرفوا ببعض بيشتغلوا. شوفوا حجم التعلم اللي صار بين الطلاب أضعاف من المعلومة اللي أعطتهم إياها. شوف قديش الطلاب قاعدين بيتعلموا، بيعلموا بعض وبيعلقوا على بعض. وعنا عملنا قضية مدونة سلوكية كيف يحترموا الطلاب بعض. شوفوا كيف الشغل كله شغال. طيب شوف فكرة ثانية، شوف فكرة ثانية. شوفوا بالاستراتيجية الآن المنتدى، أنا ما اشتغلته كله بنفس الطريقة. شوف الفكرة الآن موجودة عندك كيف، هاي فكرة ثانية الآن. فرق بين الصورتين، شوف الطلاب كم، 836 مشاركة، كله شغال، كله بيشتغل مع بعض، كله بيعلق لبعض. شو رأيكم هذا دكتور محمد، مجتمع ولا مش مجتمع عندنا الآن؟ هو كده مجتمع، مجتمع حقيقي يا جماعة. الطالب ما حاسس بغربة. ليش تحسس طالبك انه بغربه رقميه؟ ليش تحسس طالب ببعد اجتماعي؟ ليش تحسس الطالب ببعد نفسي؟ هذا البيلد كوميونيتي، انه كيف نبني المجتمع الرقمي، كيف نخلي الطلاب يتداخلوا ببعض، كيف يشاركوا مع بعض. تمام، هذا طبعا احنا الموك بنسميه، الموك طبعا له معايير برضه، لكن كيف نبني المجتمع، هذه هي مشكله المشاكل. اغلب الموجودين عندنا يا جماعه بيركز على ماده وبيعطيها للمتعلم، هذا مش تعلم. احنا اغفلنا الانواع الاخرى. خلينا نشوف فكره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه. شوف شوف شو عندنا في افكار هون. يعني مثلا شوفوا كيف برضو الطلاب هون شغالين. كل طالب طلبنا منه يدخل، طبعا هذه الزوائد هذا معمول على H5B. شوفوا التدريس، احنا مش بس تصميم، لانه انا لي دور كمان. الواحد بيقول لك طب هذا تصميم، لا مش تصميم بس، طب ما انا نازل وبعلق للطلاب. طب الطلاب لما يعلقوا لبعض هذا تصميم ولا تدريس؟ شو رايك دكتور محمد؟ دكتور هو في البدايه الخطوه الاساسيه ان انا بعمل عمليه تصميم، لكن انا الان داخل مع الطلاب بعلق لهم وبعمل لهم تقدير راجع والطلاب بيعلموا بعض. اذا احنا دخلنا في التدريس، صرنا ندرس الان. ما هو الفيرست ستيج هو التصميم وبعد كده التدريس. كانت ايام زمان، كان ايام زمان ممكن تستعيدها بان المدرس كان بيبقى بيحضر الدرس قبل ما يدخل للفصل، فبيبقى عارف ازاي هيحط الاستراتيجيه، يحط الانشطه، يحط الحاجات دي كلها، وبيصمم عمليه التدريس عشان الطالب يبقى متوافق معه. بس هي الاثنين داخلين. انتبهنا على الفكرة الآن، شفتوا كيف احنا بعد التصميم صار تدريس. طب اللي بيعلق لبعض والأستاذ بيدخل وبيعمل تقدير راجعة وبتفاعل مع الطلاب، شيء رائع جدا حقيقة. بعد نفسي للطالب جميل جدا، وأنا جربت التجربة. يعني صدقا كنت أصحى على صلاة الفجر أعلق للطلاب، والطلاب ألاقيهم مجمعين بعض وبيعلقوا لبعض، وشيء رائع جدا من أروع ما يمكن. هذا البيلد كوميونيتي احنا ناقصنا يا جماعه، مش بس انشطه. هذا موضوع البيلد كوميونيتي ترى على فكره نادر جدا، ما حد بيتكلم فيه للاسف الشديد. كيف نبني المجتمع؟ الرساله الترحيبيه بالبدايه كيف تكون؟ شو خصائصها؟ رقم اثنين، طلابنا كيف يشتغلوا مع بعض؟ ركزوا على الطلاب، معلمه مع الطالب متى يدخل، متى يناقش الى اخره. اخر شغله، أنا الفويس ثريد مستخدمه من 2018. من 2018 كنت أستخدمه، من 2017 من أول ما نزل. فكرته من أروع ما يمكن. بتحط السؤال، طلابك بدهم يعلقوا فيديو، صوت، صورة. شوف الفكرة بتاعته، طبعا أنا حطيت السؤال.
بقول لهم شو تعلمته يعني في هالمساق هذا، شوف كيف بيطلع بيشتغل. طبعا كل طالب بيكتب وبصيروا الطلاب بيتعلموا مع بعض، الشات كله مبين لبعض والصوت كله مبين لبعض والفيديو كله بيتعلم لبعض من اروع ما يمكن. هذه طبعا بيلد كوميونيتي كيف نبني المجتمع الرقمي، وهذا من معايير التدريس. معايير التدريس، من الذي سيبني المجتمع الرقمي؟ هل هو مصمم المقرر او هو مدرس المقرر؟ دكتور محمد شو رايك بالنسبه اللي راح يبني لنا المجتمع؟ مش المصمم المقرر، ملوش دخل، هو صمم لك الماده واعطاك اياها. اللي بده يبني المجتمع مين؟ المعلم، الاستاذ الجامعي. هل عندنا احنا الان مجتمعات رقميه؟ الطالب عنده عزلة الآن، أقول لك إيش هالعزلة هاي؟ أنا عندي عزلة الآن بالنسبة لقضية عزلة اجتماعية وعزلة نفسية. أنا بدي طالب يدخل على المجتمع، كيف بدي أبني المجتمع؟ هاي نتعلمنا كيف اليوم نبني المجتمع الرقمي مع المشاركة، تمام؟ هذه نقطة مهمة جدا، ركزوا لي على البيلد كوميونيتي، كيف نبني المجتمع؟ أنواع التفاعلات ركز عليها. نعم، وسائل المجتمعات عندنا في الوطن العربي يعني مش موجوده بنسبه 90%. يعني احنا عملنا اصلا يعني اللينك ده اعطانا دلاله انه احنا عندنا مشكله ان المجتمعات الرقميه مش موجوده. احنا عباره عن استاذ بيعطي ماده للطلاب والطلاب خلاص بيطلعوا على الماده. طب وين الوضع الثاني؟ وين؟ مش موجود عندنا. بدنا نتعلم يا جماعه. كل المنصات العالميه كورسيرا ايدكس اللي بدكم اياه تبني المقرر على بناء المجتمع الرقمي. انت بتبني مجتمع معك، مش الطالب غريب بيدخل على مادة وبيطلع منها بسرعة، بلاقي زميله بلاقي معلمه بيرد عليه بيتكلم معاه بيحكي معاه. اتوقع اذا نصنع البيلد كوميونيتي بطريقة صحيحة صدقوني راح يكون في تفاعل كبير جدا. دكتور محمد انا خلصت وتعبتكم اليوم كثير، وكنت حاب ادخل على ادخلكم على الموديل. ولازم نتعلم المنتديات يا جماعه وكيف تشتغل وكيف الحركات الموجوده فيها، في شغلات كثير رائعه جدا. انا بعتذر على الاطاله، بتمنى تكونوا استمتعتوا اليوم. ظل عندي دوره معكم يا دكتور محمد اللي هي اليو دي ال، باذن الله راح تكون محاضره كثير شيقه وحلوه جدا. اليو دي ال كيف نصمم تصميم التعلم الشامل بدون استثناء الطالب، راح نشوف فكرتها. وهي على فكره الان من معايير الجوده الاساسيه، اللي ما بتدخل على معيار جوده مستحيل تدخل على معايير عالميه ما تلاقي شيء اسمه يو دي ال. يونيفرسال ديزاين ليرنينج لازم يكون عندنا موجود لما بدنا نعمل. يا ريت يا جماعه المنتدى. انا بهيك انهيت اليوم، بتمنى اكون يعني كنت ضيف خفيف ظل عليكم. والآن أنا بفتح المجال لكم للأسئلة. تكليفنا اليوم نفس الكلام، دقيقة واحدة، عطونا شو استفدتوا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. تمام، شكرا. أنا بتوجه بخلص الشكر والتقدير للدكتور جلال. قبل ما نفتح المايك بستأذن حضرتك بس في إن أنا أقول مجموعة الحاجات اللي مطلوبة من الناس. يا ريت يا جماعة ما حدش يكتب حاجات في الشات دلوقتي، ممكن ننتظر بس دقيقتين. أول حاجة أنا بشكرك جميعا على ردكم إن هو محاضرة جيدة وكل حاجة، بس خلينا نركز في اول نقطه ان احنا عندنا في تقييم هيتحط، عشان كل شويه ببعت بلاقي حد بعت حد برايفت فبتاخد مني اللينك. اول حاجه ده تقييم الورشه اللي احنا عملناها النهارده ان شاء الله، ده لازم يتعمل عشان يتاخد من التاسكات اللي احنا بنشتغل عليها. محدش يعمل تمام ولا اي حاجه يا جماعه على ما نبعت كل الروابط عشان كل الناس تبقى عارفاها ويبقى ايه كله على درايه بيها. ما يبقاش ان احنا مثلا ببعت الروابط ويقول لي في حد فوق او طلعت تحت او حاجه زي كده. تاني نقطة، احنا عندنا ورشة أولانية كنا عملناها مع الدكتور وكان فيها بدلت عملناها على الويب سايت بتاعنا. أنا هدخل بس حد معانا في ورشة البدلت ده خلاص أهو. الويب سايت لما بتدخلوا عليه اللي هو اللي احنا بنسجل عليه على طول اللي هو بتاع إنرجي أفريكا بالعربي، هتلاقي فيه اتنين بدلت. أول بدلت الناس جاوبت عليه. اللي ما حضرش الورشة الأولانية كل اللي مطلوب منه ان هو يدخل على الفيديو بتاع الورشه على القناه بتاعت الايميرج افريكا اللي هي الرابط بتاعها اهو عشان كله يبقى عارف الرابط بتاعها. هلاقي الورشه باسم الدكتور جلال اللي موجوده، الورشه اللي هي القديمه من شهر بالظبط،
هيلاقي فيها الورشه وهيحضر الورشه ويقوم جايب عامل ريفليكشن، او ان هو يقول انا فهمت ايه من الورشه السابقه اللي اتعرضت على ايمرج افريكا يوتيوب. بعد كده يقوم كاتبها داخل على البدله الاولانيه ومجاوب. اللي حضر معانا النهارده هيعمل التقييم على الفورم على جوجل فورم، وهيدخل على البدله اللي موجود الجديد اللي تحت في الصفحه الثانيه. انا بعد اذن حضرتك هوقف الشير يا دكتور. دكتور جلال ممكن توقف الشير من عند حضرتك؟ تمام، انا هشير من عندي بس حاجه. هذا هو البدلت اهو، اول شير كان عندنا اول واحده. النشاط اللي احنا بنتكلم عنه هو نشاط اللي هي دوره تصميم مقرر. ده احنا الناس كلها حضرت معانا الورشه الاولانيه، وده بعض بعض الناس اللي الشكل اللي كانت معانا في البدلت. فيا ريت اللي هيحضر عاوز يكمل معانا يكون حضر الورشه الاولانيه او يشوفها على الانترنت، وبعد كده يقوم داخل على البدلت ومقيم نفسه ويقيم الورشه ويعمل ريفليكشن عليها. بعد كده بالنسبه للناس اللي حضروا النهارده هيدخلوا على البدلت برضه نفس النظام اللي حصل في المره الاولانيه هيحصل معاهم تاني، يدخلوا عليها. اللي مطلوب مش شكرا وكانت رائعه وجيده يا جماعه، ده احنا بنشكركم جميعا على وجودكم معانا. احنا كل اللي يهمنا انت حضرتك وصل لك ايه من المعلومات، مش الشكر. احنا عاوزين المعلومات، لان المعلومات هي اهم عندي جدا من الشكر، واهم عند الدكتور جلال من الشكر. احنا بنعمل بحث علمي وبنتدرب مع بعض وبنفهم المعلومات، فلازم يكون في ريفليكشن صحيح، مش ان انا بشكرك، لا انا مش هقبل الحته دي ثاني مره، ومش هنقبل بيها. دكتور جلال طلب كومنت عليها، وحتى الجامعه لما اتكلمت قالوا يا جماعه يعني ايه شكر؟ ده مش شكر، انا اللي عايز افهمه اسمك، تكتب اسمك. انا اسمي مثلا محمد عبد الهادي من جامعه كذا، اهم حاجه استفدتها النهارده. ممكن تسجل لمده دقيقه لدقيقتين على الانترنت وترفعه، او تكتب اللي انت يعني مثلا في بعض الاخوات اللي هم مش بيحبوا يتصوروا هيقوموا كاتبين بعض الكلمات، يقولوا مثلا ان احنا متخصصين في كذا واستفدنا النهارده 1 2 3 4. دي النقاط اللي احنا حبينا ان احنا نوقف عليها النقط الرئيسيه. انا هعمل ستوب شير رايت ناو. تمام، اوكي ماشي. لسه عندنا حاجه مهمه. احنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، في حد بعت لي على الشات حاجه هشوفها. دكتور مها، اللينك اولا دكتور محمد، اللينك بتاع المحاضره موجود على اليوتيوب شانل دلوقتي. انا هسيب لكم رقم الشخصي بحيث ان اللي مش عنده الحاجه خالص اهو، ده رقم الشخصي يبعت لي، وانا هبعت له ان شاء الله الرابط اللي هو الخاص بالفيديو الاولاني عشان نقدر نشتغل. في دكتوره هاله دخلت دلوقتي، وفي بعض الناس المحاضره كانت رائعه واستفدت منها. ده ما يعتبرش ريفليكشن يا جماعه، انا استفدت منها في مهاره التدريس في 1 2 3 4، ده اللي احنا بنوجه فيه يا جماعه. انا مش عاوز ان انا اقول شكرا. رابط المحاضره ان شاء الله هبعته لحضرتك، وانا سبت رقم الشخصي بحيث ان هو اللي عايز يطلبه مني هبعته لكم على الواتساب. في نقطه ثانيه يا جماعه، اللي حابب فيكم يشارك معانا ورشه في ايمرج افريكا بالعربي يا ريت يبعت لي، وانا ان شاء الله نتواصل معاه بالظبط. وادي الرابط كمان، يدخل على الرابط بتاعتنا، يدخل هنا شارك معانا. هيلاقي مطلوب ان هو يدخل املا فورم، الفورم دي هيسجل من خلالها. انا دكتوره نجاه، انا هبعت لحضرتك يا فندم اهو. انا معلش خد الرقم بتاعي عشان بس ان احنا هنقفل الشات دلوقتي حالا، قدامنا 5 دقائق اهو. شارك معانا اهو، هيدخل هيلاقي فورم موجوده. الفورم فيها مشكله هعدلها، بس لو الفورم مش شغاله خلاص تمام. هيدخل على الفورم ويملاها ويكتب فيها اللي هو عاوز يتخصص يدرب معانا ويشتغل معانا في ايمرج افريكا، متطور في مجال تكنولوجيا التعليم. انا دلوقتي هنفتح المايك لكل الناس. انا هقف الستوب شير بتاعي.
وافتح المايك لكل الناس اللي موجوده عندنا في الحضور. اللي عاوز يكلم الدكتور جلال يتفضل، بس يا ريت ان احنا نبقى ماشيين حد يرفع ايده، وبعد كده نفتح المايك له وعرف نفسه في الاول عشان نبقى شايفين ترتيب النظام. اتفضلوا. مين حابب يبدا يا جماعه؟ لو في حد عنده اي سؤال استفسار لدكتور جلال. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. دكتور يسرية. ايوه دكتور محمد، معلش انا يعني مش مفعل عندي، بس الريف هاند. شكرا دكتور جلال على المحاضره الرائعه اللي فعلا مثمره في كل مره عن الثانيه، بتفتح المجالات كويس وبتفتح المدارك للرؤيه الشامله الكامله في عمليه الانتقال الى التدريس بالتكنولوجيا. بس يفضل سؤال الحقيقة، وهو بيلح عليا جامد، يعني زي ما كانت مهارات التدريس في الفيس تو فيس هي مهارات شخصية للمدرس، وحضوره مع الطلاب هي مهارات برضه بتحكمه مع الطلبة، في عملية التصميم وعملية بالتحديد يعني تصميم الأنشطة، يبقى الكرياتيفيتي بتاعت الشخص أو بتاعت المصمم، وهو في الحالة دي أعتقد هو عضوية التدريس، لأن مش كل الناس هيبقى متوفر لديها مصمم تعليمي ينفذ لها إيه رغباتها وينفذ لها التدريس أو الخطوات التدريسية اللي هو هيعملها. فبيتدخل معانا بقى عملية الأويرنس بتاعت الأبلكيشنز والكرياتيفيتي في استخدامها وتصميم الأنشطة اللي هي أساسا بتعتبر لب العملية التدريسية. يعني التدريس كله قائم على النشاط اللي بيخلي الطالب دايما involved في المجال التعليمي. فهل هناك وسيله نتلافى بيها هذا الامر؟ يعني اذا في واحد ما عندوش بالبلدي كده زي ما بيقول المصريين ما عندوش كرياتيفيتي يعني، او ما عندوش ابداع في تصميم الانشطه، او ما يعرفش استخدام الابس الجديده او الحاجات التكنولوجيه، كل يوم في مستجد وهكذا. صحيح. فكيف يتم الموائمة في الحتة دي؟ يعني أنا مجبر إن أنا أتعامل بالتكنولوجي ومجبر إن أنا أخش المجال وعندي المهارات، لكن ما عنديش الكرياتيفيتي اللي ممكن تكون عند حد اللي بيها يخلي الطالب دايما انتراكتيف، دايما موتيفيتد، دايما بيكمل بشكل كويس. فحضرتك عندك حلول لهذه المعادلة؟ شكرا جزيلا، ونشكر الدكتور محمد طبعا على إتاحة الفرصة الجميلة دي، وان احنا ناخد دايما من الدكتور جلال الحاجات المفيده. الف شكر. شكرا حضرتك دكتوره اسريه. شكرا دكتوره. انا بالنسبه يعني الموضوع هذا كثير بركز عليه، قضيه اللي احنا شوف اليوم لما تكلمنا على معايير التدريس، حقيقه لاحظنا انه الكواليتي ماترز واللي هم الفيرجوال ليرنينج ليدرشيب الاينس وضعوا تصميم التعليم، حطوا مصمم التعليم في معايير التدريس. لكن حضرتك بس ترجع الآن إن شاء الله وتشوف المعايير اعتبروها ليست من الأساسيات، لأن هم بيعتبروا المدرس المادة ليس هو مصمم، يعني المدرس شيء والمصمم شيء، وهذا طبيعي لازم يكون موجود، لأنه إحنا عندنا مصمم التعليم حقيقة بده مهارات كثيرة جدا، ومش مطلوب من كل أعضاء هيئة التدريس يكونوا مصممين تعليميين، لكن هو مدرس. فالآن وجود الإشكالية بهذه الطريقة، يعني الحل الرئيسي أمريكا الآن، أنا ضربت مثال، ما فيش مؤسسة تعليمية إلا فيها مصمم تعليمي يا جماعة، مصمم تعليم، وظيفة مصمم تعليمي. إحنا للأسف الشديد مثل ما بيقولوا إخواننا المصريين بيقولوا إحنا بتاع كله. يا جماعة ما فيش بتاع كله في القصة هاي. بزبط يا دكتور محمد؟ ما بزبط. المصمم شيء والمدرس شيء. اللي بيصمم المقرر عنده علم، هذا علم كامل. الآن بيجي عندنا المعلم، عندنا له مهارات رقمية بطريقة معينة، كيف يوصلها، كيف يعلم، كيف يكون عارف الديجيتال بيديجوجي، كيف يوصل المعلومات. حتى إنه يعني يعني باستعراض لبعض التجارب في الهوم سكولينج في أمريكا، المادة شركات بتعملها، يعني الشركات هي
تنتج المقررات الرقمية. الآن بيصير تدريب للمعلمين على كيف يدرسوا المادة. هذه الطريقة. أما أنا بدي الأستاذ الجامعي هو مصمم مقرر، مش راح يقدر، مستحيل. أي إحنا مصممين تمام بالإدوكيشن تكنولوجي واجدين يعني مشقة كبيرة جدا وصعوبة إن نواكب كل هالتطبيقات ونواكب كل هالأفكار. فلازم الحقيقة يكون مدام الآن الخيار الرقمي صار عبارة عن استراتيجية للدول، لازم يكون فيه تغيير. شو المانع إنه كل جامعة يكون فيها وحدة للتصميم؟ في مانع يعني؟ شو المانع إنه المدارس يكون فيها وحدة تصميم للمقررات؟ إيش المانع يعني؟ هل هناك مانع يعني؟ ما في مانع. أما أنا أجي أحمل الأستاذ المدرسي أو أحمله كل التبعات وكل الأمور الكبيرة هاي، ما راح يقدر، حتى إحنا ما نستطيع. ففي فصل، وأنا ركزت عن نقطة اليوم كثير هاي، قضية الفرق بين التصميم والفرق بين التدريس، لأنه لا يشترط إنه يكون المدرس هو مصمم المقرر، لا يشترط. في نقطة صغيرة خاصة بربط التسجيل على المدربين المتطوعين. هو في مشكلة حصل التقنية دلوقتي، الرابط مش موجود يا جماعة. فأنا قلت يا جماعة اللي عاوز يتطوع في التدريب معايا، أنا سبت رقمي الشخصي، فممكن يتواصل معي على الواتساب وهنرتب مع بعض ونتكلم مع بعض إن شاء الله. بكرر اعتذار إن الرابط ده ممكن يكون حصل فيه مشكلة أو حاجة تقنية، هنظبطها إن شاء الله. بالنسبة لكل اللي بيسألنا عن الورشة، عن الورشة اللي حصلت المرة اللي فاتت، يا جماعة كل الورش اللي احنا عملناها على إميرج أفريكا بالعربي موجودة على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. يا ريت من الأحسن ان حضراتكم تعملوا لها متابعة عشان تبقى حاجة كويسة ان انتم حضراتكم موجودين معانا ونتشرف بكم على طول. فيها حاجات باللغة العربية، فيها حاجات باللغة الإنجليزية، فيها بعض الحاجات باللغة الأسبانية. معانا دلوقتي دكتور رامي كان عاوز يسأل سؤال، اتفضل دكتور رامي. مايك مع حضرتك فندم. مساء الخير، انا بشكركم جميعا، شكرا للتنظيم والاداء الجيد اللي احنا ما نقدرش نتكلم فيه ولا نقول اي حاجه فيه يعني. صح، الله يخليك. بالنسبه لموضوع التصميم، انا شايف برضو ان اوكي، ممكن يبقى كبدايه يبقى الحاجات جاهزه او التصميم جاهز، ولكن دور المدرس ممكن يبقى في الموديفيكيشن بقى. يعني انا دلوقتي اشتغلت، وبعد ما اشتغلت لقيت الطلبة ميالة للفيرشوال لاب أكتر، فأنا زود في مادتي الفيرشوال لابس، أو أنا أو يعني الجهة المنظمة أبعت لهم زي فيدباك كده وأقول لهم زودوا لي الحتة دي شوية. لا، ده الطلبة دول قليلين في الماس أو مش عارفين يشتغلوا، فمحتاجين جزء مراجعة مثلا في حاجة. يعني تصميم المادة العلمية أو الطلبة بتوعنا بيحب الفيديوهات أكتر، لا ده هما بيحبوا مش عارفين أكتر. فممكن نبدأ في مرحلة إن طبعاً مش كل اللي بيدرسوا عندهم المهارات إن هم يقدروا يصمموا أو يقدروا يشتغلوا على الأبليكيشنز الجديدة. دي حاجة. حاجة تانية، أنا بس في موضوع الثقافة بتاعت الثقافة بتاعت الرقمنة أو الرقمية، الطلبة سبقنا بكتير قوي. أنا مش هنسى إن مع بداية الإي ليرنينج والكلام ده كله، أنا أعرف دكاترة كتير تم تهكير موبايلاتهم وتم تهكير أجهزتهم عن طريق الطلبة. الطلبة بعتت لهم الأسايمنت فيه لينك تك، يعني أرى الباسوردات وأرى كل حاجة وبتاع، وكمان يعني الطلبة، فالطلبة سبق الجيل بتاع الزد جنريشن زي ما قال الدكتور، أو الجيل اللي احنا عايشين بتاع التسعينات ده، سابق بمراحل كتير قوي. ولو عايزين نعلمه، انا يعني يبقى الفكره ان احنا بنعرض عليه الحاجه زي ما قال الدكتور كده في الاول، ده انت مناسب ليك يا بابا. لا انا يعني زي بتوع الشوكولاته، انا معجب قوي دايما بتوع الشوكولاته، يدوا الشوكولاته الاول للواد الناس يجربوها وفي الاخر يقول له طب زود لي السكر شويه. صحيح. احنا نقدر، لان انا شايف ان التعليم الالكتروني هو من احد الحاجات اللي هتحقق الصراحه عداله في التعليم. احنا مش كل جامعاتنا زي بعض، مش كل مدرسينا زي بعض، مش كل الظروف زي بعض، فإن هو التعليم الإلكتروني. وده يمكن السبب في موضوع عدم التزامنية، إن ليه إن زي ما أنا موافق أوي الدكتور إن مش أنا مش شرط إن أنا أخش للطالب أشتغل معاه من 9 لـ3:30 ولا الـ4، في بعض الجامعات من 9 لـ4 مش لغاية الساعة 1 عشان تبقى حضرتك بس في الصورة يعني. فالدكتور قاعد من 9 لـ4 شغال،
انا ما اعتقدش ان الدكتور باصص لشاشه 9 على 4 ده يعرف يعمل حاجه يعني، بس هي عدم التزامنيه دي مهم جدا. بس الفكره بقى كيفيه اتاحه الكورس، انا لما اجي اتيح الكورس لازم اتيحه بفيديوهات مثلا قصيره حجمها قليل لو الطالب عايز ينزلها، لان احنا موضوع الانترنت في بلدنا يعني انا مش عايز اتكلم فيه لان الكل عارفه وكل عارف انظامه يعني، فانا اكون حريص على الطالب، لان الطالب لو انت جيت غيرته تتفرج على المحاضره ولا الباقه، لا الباقه عشان اخش على ديسكورد اقعد العب جيمز. العيال كده، الطلبه كده، الطلبه مش عايزه ان هي تبقى الحاجه تقيله على دمها. ده مش تساهل مع الطلبه، ولكن احنا عايشين في جيل، يعني احنا عايشين في جيل وده الفرض علينا، فاحنا لازم نتعامل معاه. انا بعتذر عن الاطاله وبتشكر والشكر للجميع كتنظيم وكمحاضره، يعني نتمنى الحاجات دي تزيد وتبقى فيها حاجات اكتر. شكرا. دكتور انا حضرتك موجود في جامعه مصر هنا في فندق الجامعه الحديثه اللي انتوا عايزينها. اه دكتور رامي ازيك حضرتك؟ معلش يا دكتور رامي. سعيد معلش. لا 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 ولا يهمك يا فندم، تحت امرك. ربنا يبارك في حضرتك، منورنا يا دكتور رامي. نورك يا فندم. طب دلوقتي يا جماعه لو في اي حد من حضرتك رامي عنده اي سؤال يتفضل يرفع ايده للدكتور. بالنسبة للأسئلة اللي وردت دلوقتي على الشات، الناس اللي بتسأل عن الشهادات، للناس اللي بتسأل عن الحاجات دي كلها، يا جماعة اللي بيدخل في وسط المحاضرة ده بيدل على إن هو ما حضرش من أولها، لا حضر المحاضرة الأولانية ولا حضر النص، وحد قال له تعالى في شهادة تقدر تاخدها، عشان نكون صراحة مع بعض. فأنا يا جماعة الكونسيبت الرئيسي بتاع إيمرج أفريكا إن إحنا بننقل المعرفة، مش بدي شهادات، أنا ممكن أديكم مليون شهادة، أنتوا حضركم أكبر من الشهادات اللي أنا هديها لكم أساساً، لأن علمكم أكبر منها بكتير. بس الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه واللي احنا اتفقنا مع بعض عليه في اول ما ابتدانا المبادره دي، ان احنا هنعمل كذا مبادره ورا بعضها لو نجحت الاولانيه، ان احنا الناس حضرت معانا الثلاث ورش ادت المهام اللي موجوده فيها، اللي ما حضرش الورش الاولانيه فممكن يحضرها على اليوتيوب ويؤدي الواجب بتاعها اللي موجود على السايت بتاعنا على البادلت. مش يوم هتاخد فيه شهاده، ما فيش حاجه زي كده عندنا في ايمرج افريكا، وده كونسبت اساسي من اول يوم لاخر يوم عندنا في الايمرج، لان ساعتين تدريبي فمش هقدر اديك شهاده، دي شهاده على انك ساعتين ممكن تقوم سايب الموبايل. في بعض الطلبه اللي بيعملوه سايب الموبايل مفتوح وقوم قاعدين مش شغالين. احنا عاوزين نستفيد من بعض، عاوزين المعلومه توصل للشانل بتاعتنا. يا جماعه رابط البادلت على اللي انا بعته قبل كده، ادي رابط القناه بتاعت الايمرج افريكا اهي يا جماعه، انا ببعتها لكم والله خلال الميل، يعني لو الميل بيتفتح من حضراتكم وهتلاقوا فيه ان انا بعت لكم رابط القناه بتاعتنا ورابط قناه التليجرام ورابط الحاجات دي كلها، حتى الرابط العربي اللي انتم مسجلوا عليه. الموقف تاني حاجه ان انا كنت عاوز اعتذر لدكتور جلال ان انا قطعتك اكتر من مره النهارده بسبب المواقف اللي حصلت من نشر الروابط. عاوز اوضح لكم الفكره كلها، نشر الروابط اللي حصل معانا في مره ان في حد نشر رابط غلاء اخلاقي على الجروب، فده سبب مشكله كبيره قوي. تاني حاجه ان انا خايف ان تكون حاجات زي كده متهكره او هاكرز او حاجات زي كده فتؤثر عليك وتبقى مشكله بالنسبه لك. انا بنشر الروابط اللي موجوده عندي والمسموح بيا والمتابعه بالنسبه لي. فانا بشكر لحضراتكم جدا على وجودكم في معانا ساعه البروفيسور دكتور احمد. دكتور احمد اتفضل. دكتور احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنرحب حضرتك يا فندم. معاكم الدكتور احمد صادق استاذ تقنيه التعليم جامعه الملك خالد جامعه الصواعق. اهلا بك يا استاذنا، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اولا في البدايه بتقدم خالص الشكر للدكتور المتميز الدكتور جلال على هذه المحاضره الرائعه، وكذلك على يعني الجهد المتميز من استاذ محمد احمد، جهود متميزه بصراحه ممتازه. يعني انا يعني استفسار بسيط بس، يعني انا احنا بنتكلم عن تصميم التعليم شيء ممتاز، بنتكلم عن انشطه شيء ممتاز، بنتكلم عن تفاعل الطالب شيء ممتاز، لكن انا دائما احب اركز على نوعيه المحتوى. احنا المحتوى اللي بنقدمه ايه للطالب؟ هل المحتوى ده مفيد للطالب ولا لا؟ ممكن الطالب يعمل انشطه كثير جدا لكن غير مفيده في المجتمع، لان كل ال ام اس المودل ولا بلاك بورد ولا غيره دي ادوات توصيل للمحتوى، لكن المحتوى الاساسي ده احنا لازم يكون ذات اهميه بالنسبه للطالب في الوقت الحالي بالذات. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك بالنسبه للتفاعل. الطالب يعني في البلاك بورد او غيره ممكن يدخل على الانشطه عادي يتفاعل، ممكن يخش على يعني المنتدى ويعمل كابو بيست من جوجل ويضع تفاعل. ده كله ما اسموش تفاعل، دي الحد الادنى من التفاعل. لابد ان ننتقل الطالب من التفاعل الى التفاعليه يقصد بها اضافه شيء جديد لهذا النشاط كمشروع
كتحليل محتوى، تحليل بيانات، دارية جديد. إذا لم ينتقل الطالب من التفاعل إلى التفاعلية فهو لم يفعل شيء، ويعتبر التعلم الإلكتروني في هذه الحالة أتمتة للتعلم التقليدي. دي رأي شخصي، وفي الآخر أنا آسف على الإطالة، وشكرا لك دكتور جلال على هذا العرض المتميز. شكرا أستاذ محمد، شكرا لك دكتور. أظن دلوقتي كده يعني أنا ما فيش حد، في حد من حضور الكرام عنده أي سؤال ليا أو للدكتور جلال؟ لو في حد عاوز يوجه سؤال المايك موجود، يرفع إيده ويوجه المايك. طيب أنا بتواجد بخلص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور جلال أخي العزيز والكريم لوجوده معانا متطوعا في إيمرج أفريكا بالعربي، وبشكر كل حضور الكرام على وجودكم معانا، وبشرف بكل الناس اللي عاوزه تشارك معانا في اي ورشه من ورش انرجي افريكا بالعربي. ويا رب نشوفكم على خير. وكان معكم الدكتور محمد عبد الهادي، شرف بيكم في انرجي افريكا بالعربي، ونشوفكم ان شاء الله في ورش جديده من انرجي افريكا بالعربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.